الدكتورة مايا صبحي المتخصصة في الفكر الماسوني وتأثيراته المهتمة بدراسة ظواهر الطاقة غير الملموسة. النهاردة كنا هنتكلم على موضوع، أو الموضوع الرئيسي تحالف النهاردة، السيطرة على العقول. ايه موضوع السيطرة على العقول ده يا دكتورة؟ مساء الخير الأول. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. هو اسمح لي طبعا حضرتك، يعني نتيجة للظروف اللي هي بتاعت النهاردة، يعني هبتدي الكلام ببسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عشان نفكر الناس إن أساس رسالات الله كلها هي الرحمة، وهي ال 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 التقوى الله، ومصلحة الخلق جميعا، والخير لخلق الله جميعا، والعلم النافع، والعمل الصالح. دي أساس شرائع الله، ده أساس اللي ربنا ارتضى لخلقه، العامل على الخير للناس، العامل على إصلاح البشرية بصورة عامة. فأنا أحب أفكر الناس إن ده أساس شريعة الله، والخير للمؤمن والكافر، طالما الكافر ما اعتداش حتى عليك، الخير للمؤمن والكافر، دي أساس شرائع الله في الأرض. لكل ما نتحدث باسم أي دين أو أي تكفير حد أو أي كذا، عليه إنه يرجع لسيدنا رسول الله المبعوث رحمة العالمين عليه الصلاة والسلام، أول مؤسس للدولة المدنية بمعناها الحديث. رسول عليه الصلاة والسلام أول مؤسس للدولة المدنية، فارجعوا لسنته، ارجعوا لقول الإمام المراغي إن حيث توجد مصلحة العباد توجد الشريعة. مصلحة العباد لم يحدد المؤمن من الكافر، لأن دوت ربنا اللي بيحاسب وليس الخلق. ربنا لم يجعل وسيط له في الأرض، ما عندهاش توكيل لحد. فعلينا إن احنا نتذكر الرحمة اللي جت بيها الأديان، وعلينا نتذكر إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق. فحسن الخلق ومكارم الأخلاق والخير للعباد هو أساس الشريعة لكل من يتحدث باسم الله أو باسم أي دين، سواء يعني كل الأديان جميعها وليس الإسلام فقط، لأن كلها جاءت من إله واحد، والإله الواحد ده هو الذات العليا الخيرة اللي أرادت الخير للخلق جميعا. فالنهاردة هنبتدي في موضوعنا بموضوع مهم جدا جدا جدا، وخاصة إن إحنا دلوقتي يعني واقعين تحت وطئته، اللي هو موضوع السيطرة على العقول. السيطرة على العقول، يعني عايز أقول في الأول زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت، أنا نوهت عن حاجة اسمها الحرب الشبحية. الحرب الشبحية يعني إيش؟ الحرب الشبحية دي إن دلوقتي إحنا في مخطط على المنطقة. المخطط دوت بيتم التمهيد له من سنين طويلة جدا. فلما تم في العراق وأفغانستان، لما تمت المواجهة العسكرية الكاملة، حصل خسائر كتير جدا. يعني أنا أتذكر مثلا في حرب العراق في المرحلة الأولى، كانت الخسائر في بداية المرحلة الأولى من الحرب تعدت 3 تريليون دولار. ده غير بقى البلاك بادجت اللي جوه للعصابات المسلحة اللي جوه، يعني تمويل الأسود اللي جوه وكذا وكذا. ففي تكنيك تاني خالص اتعمل لتكميل مرحلة الشرق الأوسط الكبير في المنطقة، وبخاصة بقى الدولة الأم اللي هي الدولة المركزية اللي هي مصر. لكل المتابع المخطط والناس كلها دلوقتي، يعني بقى من الصعب جدا ان حد ينكر المخطط اللي هو ماشي، يعني انا اسفة انا اقول زي السكين في الزبدة في الشرق الأوسط. لكن كل اللي عنده فكرة عن المخطط عارف ان هو اتوضع له ان في 7 دول هيتم اختراقها عسكريا، حصل منها ليبيا وسوريا القادمة، وبعد كده بيتجهز للجزائر، والجزائر دلوقتي بتتحاصر عن طريق مالي، وبتتحاصر ومحاصرة اوريدي عن طريق ليبيا والقواعد اللي اتعملت في المنطقة الغربية. لكن مصر اتعمل لها تخطيط تاني خالص، نتيجة لان مصر دلوقتي المراقب للوضع هيلاقي ان احنا كان عندنا 3 جيوش اساسية في المنطقة العربية زي ما الناس كلها عارفة، اكبر قوة نظامية كجيش نظامي مؤسسة عسكرية هي الجيش المصري، كان يليها العراقي ويليها السوري. فانت دلوقتي خلاص العراقي انتهى، انت عندك دلوقتي سوريا خلاص تم تفكيكه وضربه من الداخل. الجيش المصري بيتم تفكيكه من قبل الثورة، والكلام ده مثبت بحاجات كتير جدا. لكن في نفس الوقت، معلش انا اسمح لي ان انا احيي المؤسسة العسكرية اللي فضلت صامدة لغاية دلوقتي، وللأسف ان الناس كتير اللي بيشوف الامور من السطح مش فاهمين اي حاجة من اللي بتتم في الداخل، ولا كم الصعوبة اللي بيتم في البلد، ولا البلد مخترقة قد ايه، ولا معنى ان الحرب الشبحية اللي بتتم على مصر ديت يعني بتدور رحاها بمليون طريقة، مليون طريقة بتكمل بعضها. مفهوم الحرب الشبحية ده مفهوم اصلا عسكري متعرف عليه، مش كناية او استعارة. بتشمل ان انت بتكون زارع في الدول خلايا متعددة، خلايا نائمة وخلايا فاعلة.
بتكون بتستخدم كل قدراتك التجسسية وكل العمالة عندك في داخل الدول، زائد ان انت بتوظف بقى يعني مراكز معينة تبتدي في التجنيد 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 في الداخل، زائد ان انت برضو تدرب على امور معينة، زائد ان انت تستغل مواضيع انت بتدرس قبليها تماما ايه طريقة تفكير الشعب دوت، ايه ميوله، ايه كذا، ايه الحاجات الحساسة عنده، ايه الحاجات اللي انت ممكن تسيطر بيها عليها، ايه كذا، زائد ان انت بتدخل يعني في مفهوم الحرب الشبحية اللي دايرة على مصر واحنا لمسناها كلنا، ان انت بتدوب له الحدود، تفضل عامل له حالة انهاك 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 داخلي كامل. اوكي، يعني انت بتنهك له قواه الامنية، بتنهك له مخترق حدوده، بتعمل له اغراق بالسلاح والمخدرات، بتعمل له تجنيد، والتجنيد اللي حصل عندنا دوت والتجنيد مثلا استغلال مشاكل البلد، فان مثلا عندنا مثلا شوارع عندنا كذا، الاستغلال ده اللي حصل ده كان من فترة، كيفية السيطرة على النوعيات دي، انك انت تستخدم مشاكل البلد انك انت هي اللي تهاجم البلد، وضرب الشعب ببعضه ضرب الشعب ببعضه. حصل كده بقى زي ما قلنا، انت بتوقع البلد اقتصاديا، بتوقع البلد، بتخترق الحدود، بتعمل حالة انهاك كامل، بتستغل الخلايا النائمة والخلايا الفاعلة، بتدرب، بتجند، بتعمل. اوكي، زائد ان انت عندك كمان اعلام مسيطر. يعني احنا بقى هناخد بقى من فكرة الحرب الشبحية دي، نطلع منها بجزئية اللي هي اسمها السيطرة على العقول وغسيل المخ وإعادة البرمجة. بداية عايز اقول للناس حاجة، ان احنا يعني دي الحرب دلوقتي السيطرة على العقول احد ادوات الحرب الشبحية. حرب الشبحية تاني نقول ان النهارده الحرب الشبحية دلوقتي الخلايا النايمة والخلايا الفاعلة المتحركة، ان انا بستغل مشاكل البلد، بستغل البطالة، بعمل تجنيد، بعمل وفي الجزء وبعمل بقى الحرب. بس برضو عايز انبه لحاجة، ان في الحرب الحالية الحرب الغير منظورة اكتر كارثية من الحرب الملموسة. يعني المواجهات العسكرية لا تعد اي شيء بالنسبة للحرب الغير منظورة. ليه؟ لانك انت الحرب الغير منظورة خلاص بتهزمك داخليا، بتقضي عليك. فبيبقى بعد كده الدخول بقى بحرب ملموسة او مواجهة عسكرية بيعتبر ايه؟ لا شيء. داخل يشطر اللي هو يعني داخل بيخلص خلاص. لا داعي ليه. فاحنا دلوقتي هنتكلم يعني بصورة عامة، وبعدين هنتكلم بقى في حاجات تختص بمصر واتلمست الفترة اللي فاتت، وحاجات الناس يعني كان لا يمكن تتخيلها ان هي وصلت للمراحل ده. بالشبحية ولا العقلية؟ لا، في الحرب بقى اللي احنا هندخل في موضوعنا اللي هو السيطرة العقلية والعمليات غسيل المخ وإعادة البرمجة. فدلوقتي احنا بداية ال- 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 الشق دوت اللي احنا نتكلم فيه في حاجتين، اللي هو عمليات التفكيك الذهني ببرامج ومتخصصين وكذا، عمليات تجرى للتفكيك الذهني كاملة بدون أسلحة تقنية. دي داخل فيها بقى كذا حاجة هتكلم فيها يعني، بس أنا عشان أفهم الناس الأول، إن الشق الأولاني هو عمليات التفكيك الذهني وإعادة البرمجة والسيطرة العقلية بدون تقنيات تسليحية. هل ده على عينة مختارة ولا على شعب؟ لا، ده على شعب، على شعب كله. وممكن يتم على عينات مختارة، بيتم داخل بقى أجهزة المخابرات أو أماكن التجنيد. ما أنا يعني إيه هفصلها عشان الناس تفهم. ده شق. الشق التاني مبني على تقنيات حديثة حصل لها تطور كارثي، هنتكلم عنها، وأرجو أن يبقى فيه وقت متاح ليها، لأني نفسي أن أنا أقولها إن شاء الله النهاردة. معنا وقتنا خلاص بإذن الله. الجزء الأولاني اللي هي عمليات التفكيك النفسي داخل فيها إيه بقى؟ أولا دي مجند ليها، لازم نعرف أن دي مجند ليها جيش كامل من العسكريين، الأطباء النفسيين، جيش كامل من الباحثين، من الإعلام. هي يدخل فيها بقى الإعلام، يدخل فيها التلفزيون، يدخل فيها القنوات التي تم إنشائها خصيصا للسيطرة على العقول داخل الدول اللي هيتم اختراقها. يعني في قنوات أنشأت خصيصا لهذه المرحلة، وإحنا مش عارفين هي منشأة من فترة، بس هو كان المقصود بيها الوصول لهذه المرحلة. لدرجة أن القنوات دي دون ذكر أسماء تم تمويلها أن هي تعد جواها، وده مثبت، بس انا مش عايزه ان انا يعني ابقى بهاجم اسامي بعينها. اوكي، تم تمويلها بحيث انها تنشئ استوديوهات داخليه مماثله للدول اللي تم اختراقها، زي مثلا باب العزيه في ليبيا. القناه دي تم انشاء استوديو كامل، وكشفنا الموضوع دوت. اوكي، لباب العزيه في ليبيا تم انشاء استوديو كامل لباب عمرو في سوريا. تتكلمي عن الجزيره يعني؟
ما انا مش عايزه، يعني انا مش عايزه اتكلم، يعني بس يعني في غيرها كتير، يعني احنا خلصنا هي دي بس دي يعني يعني تم انشاء استوديوهات كامله. شيل الصوره دي يا اميره بقى. فبقول ان البرانش اللي هو بتاع الشق اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه بتاع السيطره على العقول، بيتكلم في النقطه اللي هنتكلم عليها عمليات تفكيك، التفكيك الذهني والبرمجه اللي هي بدون استخدام تقنيات وبتتم ازاي، لان داخل فيها اعلام كامل. انا مش عايزه اضيع وقت مثلا كبير في الاعلام، لان كلنا بقينا عارفين ان سواء انك انت بتجند اعلاميين معمولين مخصوص ان هم يفضلوا يشحنوا، يعني يتعاملوا على عواطف، ان انت تتعامل مع شحن الناس وتتعامل مع اثاره الغضب، وبعدين تبتدي ان انت توجه الغضب ده بصوره غير محسوسه، تعمل على تغييب الحقائق، تعمل على، وده على فكره من احد التقنيات، ان انت بتحسن العمل القبيح، يعني تبتدي تكتر في العمل القبيح مثلا في الاعلام، بحيث ترسخ الاقوال القبيحه بالنسبه للناس، وترسخ للناس انك انت تيجي على مفهوم خاطئ، وتبص تلاقي الغالبيه بتؤيد المفهوم ده، وده من احد عمليات البرمجه الذاتيه للمشاهد، ان انت تبتدي تحس ان انت ده هو ده الصح بالفتره، بالتكرار، بتكرار الكذبه، بتكرار الكذبه، بتكرار الكذبه. هنتدخل في الموضوع دوت يعني، بس انا عايزه بس ارتب في النقطه اللي هي التفكيك الذهني، داخل فيها مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي دي اللي عملتها اساسا بصرف نظر ان مش عارفه منشئ فيسبوك كذا، منشئ سكايب كذا، تويتر بتاع، كل المواقع دي اللي دايرها بالاساس واللي مولها في الاساس الاي ان اس، اللي هي وكاله الامن القومي الامريكيه، وكاله الامريكيه للامن القومي، وتابعه للمخابرات الامريكيه، ومعمول اصلا يعني سيستم تجنيد كامل لمراقبه الفيسبوك بهدف التجسس، بهدف التجنيد، بهدف قياده الراي العام. ومن احد الادله على كده ان مثلا في احداث الصدمات اللي فاتت اللي هي حصلت جوه مصر، كان في حاجه غريبه جدا ومش فاهمه ازاي ما حدش لاحظها، ان كل حدث كان في اول ما بيحصل بينزل كم رهيب من الفيديوهات المعده مسبقا، والصور الدمويه، والصور بتاع اللي هي تخلي الناس خلاص، يعني اللي تخلي الناس عايز تحس ان عايز تنزل تقتل الناس دي. اوكي. يعني لدرجه ان احنا يعني مثلا انا كنت من الناس اللي كشفنا كذا حاجه، ان كان في صور داخله من حرب غزه في 2007، كان في صور داخله من مظاهرات اليونان، يعني بتبقى متجهزه من الاول ومستنى متجهزه، وكانت اول تستنى الحدث، وده دليل ان هم كانوا داخلين في تفعيل الحدث نفسه. يعني حتى احداث ماسبيرو، احداث محمد محمود، احداث كذا، كانت تقوم نازله على طول الفيديوهات المتفبركه والصور والكذا والكذا والكذا، بصرف النظر طبعا عن الناس مثلا عندها حق، انا مش بتكلم يعني انا مش بميل لكفه عن كفه، بس بقول الناس دي كانت قاعده بتستنى لو ضرب الشعب ببعضه وضرب مؤسساته. انا عايز اقول هنا ان ده من احد النماذج مثلا الفيديو دوت على ازاي انت كنت بتقود الفكر في نقل احداث الثورات. انت على فكره التصوير ده مفبرك، جايب لك مثلا ولد شاب صغير او مراهق واقف قدام ثلاث دبابات مانعها، وبتروح كده الدبابه يجي كده، ده من عمليات غسيل المخ اللي بتخلي الناس تحس ان يعني بتوقظ بتوقظ التحدي وبتوقظ المواجهه. يعني ده نوع من نوع الحروب النفسيه او الحروب الروحيه، ان انت كده بتوقظ روح التحدي، وان انت قادر على انك انت تهاجم، قادر على انك انت تعمل. فطريقه نقل الحدث نفسه يعني دي طريقه نقل احداث الثورات، كان واقف وراها متخصصين، كان واقف وراها تيم كامل من الحرب النفسيه والحرب الروحيه. زائد بقى ايه يعني الصور دي ايه يا دكتوره؟ ما هو ده في طريقه نقل الثورات، يعني كان في قصد في طريقه نقل الثورات انك تجيب المشاهد الدمويه، يعني عشان تجيب الصدام، تجيب الحاجات اللي تخلي الناس تشتعل، تقتل شيخ جوه، اوكي، تقتل قس، تقتل رجل دين، رجل دين عند الناس اللي هو له معنى، يعني كل الناس تحترم رجل الدين، فانت تيجي مثلا تجيب الناس وعربيه مثلا، لا دي المظاهره دي بس الاخت امير اسلام لخبطنا الدنيا. فيعني خلاص يا امير اشيل الصوره دي دلوقتي لو سمحتي. فالنقطه ان انت طريقه نقل الثورات كان قاعد وراها تيم مجند كامل. زائد إن, ان 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 يعني انا مش عايزه استغرق وقت كبير في كلام، يعني في ناس عندها فكره او معظم الناس عندها فكره اللي هو السيطره الاعلاميه، انت ازاي بتسيطر من خلال حتى الافلام الوثائقيه، الافلام اللي جايه، انا مش عايزه استغرق كتير لان دي ممكن يتفتح لها وقت كامل. نيجي بقى في نقطه برضو عمليات التفكيك اللي هي الذهنيه، موضوع الرسائل المشفره. موضوع الرسائل المشفره احنا برضو ايه نويت عليه مثلا قبل كده، لكن دي يعني انا عايزه انط في المحطات دي بسرعه عشان اوصل للمهم.
الرسائل المشفرة دي عبارة عن ان العلماء وصلوا ان 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 ممكن بخلال رسائل مشفرة سواء سمعية او بصرية ان ان ولها بقى كمان تقنية في اللي هي صوتية او سمعية او بصرية. اوكي حضرتك اوكي فممكن عن طريق الرسائل المشفرة الغير مدركة للعقل الواعي لكن بتتخزن في العقل الباطن انك انت بتعيد برمجة الانسان او بتدخل له اوامر من غير ما يحس. هو في حاجة عايزين نقولها زي. ان مثلا ما انا هقول يعني مثلا الصور يعني انت مثلا كل مرة بيتفتح بتفتح تلفزيون في خلال الاعلانات بتاع بتدخل رسائل مشفرة انت متلاحظهاش دي بتيجي في 1 على 100 من الثانية فما اقل. يعني في حاجات بتيجي على حسب الاوامر اللي هم عايزين يدوها او الصوره اللي بيرسخوها في ذهنك دي بتيجي في الافلام بتيجي في الاعلانات بتيجي في كل مره احنا فاتحين كمبيوتر لدرجه ان في المره الواحده للناس اللي مثلا بتقعد قدام الكمبيوتر كل يوم بيتعرض يوميا ل 10,000 رساله مشفره بصريه بس. غير كده بقى الرسائل المشفره اللي هي الصوتيه في الاغاني في البرامج اللي بتيجي وانت بتسمعها ساعات تسمع زي حاجه زي تشويش او طن كده انت مش ملاحظ ان دي موجه متراكبه مع صوت المذيع او مع صوت الفيلم اللي بتشوفه او مع صوت كذا فيها اوامر كامله بتدخل لك لعقلك الباطن. دي مدروسه غير كده بقى السيء ايه بقى الأسوأ من كده ايه ان في خاصيه في الجسم ان لو تعرض الجسم لمجالات مغناطيسية محددة مجالات المغناطيسية دي بتخترق الجسد في لها ترددات معينة يستوعبها العقل كأنها أوامر داخلية يعني بتمتص من الجسم ويستوعبها العقل كأنها أوامر داخلية فبتلاقي يعني عارف حضرتك زي ما يكون إيحاء داخلك أو زي ما يكون وده نفس أسلوب تقنية الوسواس بتاعت الشيطان على فكرة وهنشرحها برضو بالتركيز لما نتناولها في الجزء التاني بالتقنيات. في مثلا حاجة اللي هي من ضمن الرسائل المشفرة هي ان نظام الرسائل المعكوسة ودي اسمها الرسائل الباطنية يعني دي بتبقى نظام شيطاني في الرسائل المعكوسة دي برضو من ضمن الرسائل المشفرة. وعلى فكرة عايز اقول على حاجة ان كل رؤساء امريكا وده الدليل على ان المنظومة دي بتعمل بفكر محدد كل رؤساء امريكا متخصصين في نظام الرسائل المعكوسة في كل خطب بتاعتهم. انا هوري نموذج دلوقتي وخاصة لما يكون رئيس بيخطب والحتة اللي يجي فيها يحمس الشعب ويفضل يقول حاجة متكررة دي بتبقى متضمنة رسالة شيطانية معكوسة. يعني مثلا ممكن يعني ايه رسالة شيطانية معكوسة ان هو دي تقنية معروفة على فكرة ان دي انت بتقول خطاب بس هم خبراء في دي ان هم بيكون بيقولوا الخطاب وبرضه حتى الاغاني وحتى كذا لما تيجي تعكس الخطاب ده تلاقي فيها رسالة شيطانية. طب ايه ده؟ لا انا عايزه اللي هو بتاع اوباما بتاع الخطاب بتاع اوباما. اوباما قال لنا السلام عليكم واحنا هللنا الله اكبر وقلنا ده الراجل ده ما شاء الله هيطلع على الازهر على طول وخوزعنا في الاخر. الخطاب بتاع اوباما يعني مثلا في مثال مثلا وعلى فكره في على دوت اللي يدخل يوتيوب هيشوف الاف الامثله. انا ممكن الصوت بعد اذن الصوت بتاع الفيديو الصوت بتاع يس وي كان يعني مثلا الخطاب اللي هو كان بيقول يس وي كان يس وي كان يس وي كان وحمس الشعب دي كانت المعكوس بتاع ثانكس تو ساتان شكرا للشيطان شكرا للشيطان شكرا للشيطان المعكوس بتاع بس بالراحه عشان انت اللي فاهمها انا مش فاهمها المعكوس بتاعها يعني ايه ال يس 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 وي كان يس وي كان وعلى فكره دوت المعكوس المعكوس بتاع ثانكس تو ساتان. استني بقى سيب دي يا اميره كده المعكوس بتاعها ايه بقى يس وي كان تو ساتان ليه شكرا للشيطان المعكوس في ايه في اللي يعني خلاص يعني. هتشوف حضرتك دلوقتي طيب. هي هتتعكس يعني هو دي على فكره كل الحكومه الخارجيه هات الصوره بس عشان نشوف ايه اللي بيتعكس ده انتوا هتطيروا لنا دماغنا ايه اللي بيتعكس هنا يس وي كان بس هو الصوت هي هتبان في الصوت هي المعكوس بتاعها رساله باطنيه ثانكس تو ساتان شكرا للشيطان فهو بيخلي الناس كلها ممكن بعد اذنكم بس الصوت يعني الصوت هيوضح يس وي كان هو خلى الناس كلها تفضل تقول وراه يس وي كان هو هيوريك الرساله الباطنيه فين يس وي كان ممكن الناس تفتكر ان الكلام ده اي كلام ان هو جاي بالصدفه لا الكلام ده مش جاي بالصدفه ايه بقى ثانك يو ساتان فين الشيطان ما طلعش الصوت هنا من غير صوت هي تبقى اريها لا هو بصوتها هو هيجي دلوقتي
هيجي دلوقتي الناس وبتقول thanks to Satan thanks to Satan بعديها okay. فالنقطة ان هم الناس ممكن تفتكر ان الكلام ده اي كلام، ان انا جايبة مثلا ايه نموذج متفبرك او معكوس وجاب الصدفة، لا دي تقنية معروفة، واللي يدخل على اليوتيوب يدخل على الـ thank you thanks to Satan اللي هو شكرا للشيطان، بس هي الناس بعديها تقول بصوت عالي هيجيب لك المعكوس بتاعها، الناس كلها عمالة تردد thanks to Satan وهم مش عارفين. yes we can. زي ما قلت لحضرتك ممكن حد يفتكر ان دي حاجه جايه بالصدفه او حاجه متفبركه بالصدفه او جايه معاها كده، لكن اللي انا بقول لكم يا جماعه ادخلوا على اليوتيوب شوفوا الريفرس سبيتش لكل رؤساء امريكا وكل المنظومه الحاكمه في الدول اللي هي اساسها ماسوني، عندهم نقطه دي تقنيه معروفه عندهم اللي هي رسائل الباطنيه الشيطانيه. يخشوا على ايه بقى هم؟ ريفرس يقفلوا بقى البتاع ده لودني عشان ودني ورعتني يا جماعه، يقفلوا ايه؟ يدخلوا على الريفيرس سبيتش هيلاقوا الاف الامثله في كل الخطب. لا اديله بس بتاع عشان يكتبوها هم او ريفيرس سبيتش. ريفيرس سبيتش انا ممكن على فكره على صفحه البرنامج بنزل كل اللينكات اللي الناس عايزاها. ايوه بنزليها وكل الحاجات اللي هي متخصصه يعني خاصه بالموضوع. طيب. التاني بس نتكلم في رساله معكوسه عشان انت لخبطت الدنيا، يعني مش لخبطت الدنيا يعني انت خليت دلوقتي عشان الناس تاخدها بالراحه. ايوه انت بتقولي ان في دي اسمها رسائل شيطانيه وده فكر ماسوني. أيوة. وفكرة ان نقول حاجة بس هو بيقصد العكس. أيوة. بتاعها ليه؟ ما انا اقول لحضرتك ده بقى داخل في ايه؟ داخل كمان في موسيقى الميتال نفس الكلام، داخل في بعض موسيقى الهارد روك، داخل في في الاغاني اللي هي بتاعت المنظومة، يعني في المغنيين الكبار اللي بيظهروا فوق السطح بالنسبة للشباب دول تبع منظومة الالوميناتي او المتنورين، نفس اللي هي الرسائل الباطنية الشيطانية بتبقى في كل الاغاني المنتشرة بين الشباب. دي الرسالة نفسها يعني الدليل بتاعها لما تعكسها، لكن وهي ماشية بالصيغة العادية دي بتبقى عبارة عن رسائل مشفرة بيلتقطها العقل الباطن من غير ما العقل الواعي يحس، دي بتفتح ملفات داخلية بتخزن فيها بترسخ اللي هي الفكر الباطني او الرسائل الباطنية الشيطانية. الواحد ما يحسش بيها بس بتبقى متخزنة جواه وتظهر في قراراته بقى. بتظهر في التأثير عليه. تاني حاجة مثلا يعني أنا عايزة نط اللي هو الشك اللي هو بتاع الـ 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 الجزء اللي هو غير تقني لأنه هدخل في جزء مهم، بس مثلا في حاجة برضو من ضمن أساليب البرمجة العقلية أو إحداث خلل عقلي، حاجة ظهرت برضو مؤخرا الناس مش واخدة بالها منها اسمها المخدرات الرقمية. مخدرات الرقمية. المخدرات الرقمية دي شغالة على جيل الشباب وجيل المراهقين. الناس اللي هي بتفتح في برامج اسمها برنامج كومبوزر اسمه IP2. برنامج كومبوزر ده بقى بيعمل ايه؟ بيعتمد على انه بيبثلك موسيقى فيها خلل لازم تسمعها بالهيدفون، فيها خلل بين الودن اليمين والودن الشمال. الخلل ده عشان يوصل لمراكز المخ اللي هي بتحدد السمع وتقوم جايبة الوعي بالنسبة للسمع، الخلل بين الودنين بيعمل حالة اسوأ بكتير من ان الواحد يبقى واخد مخدرات جامدة جدا. يعني بتعمل حالة هلاوس وحالة تخدير وحالة بتعمل دماغ يعني بتعمل يعني كان واخد مخدرات يعني مجرد انه عمل له خلل في السمع بين الودن دي والودن دي. وهو قصد ده بالظبط. دي بقى حاجة الناس مش منتبهة لها ودول الخليج ابتدت تنتبه لها اللي هي اسمها المخدرات الرقمية. بالبرامج بتاعت الكمبوزر. نبتدي برضو في حاجة تانية اللي احنا عايزين نتكلم عليها، هو كيفية عمل غسيل المخ عن طريق التفكيك النفسي. وده له مشاريع محددة لدرجة ان ده حتى بيدخل ضمن بعض التنظيمات الدينية. يعني هو الاخطر واللي احنا بنلاحظه حاليا ان بعض التنظيمات الدينية وده فعلا بيتم، عشان كده الواحد احيانا مثلا ما بيبص الناس او بيتعامل معهم بيحس الناس دي ضحايا. الناس دي ضحايا يعني احنا للأسف، ان انا برضو يعني مش عايز اتطرق لكده بس احنا للأسف احنا اتمارس علينا حاجات كانت مقصودة حقل تجارب. لا يعني احنا انا بقول مثلا احنا في الداخل كان عندنا ما عندناش قنوات معرفيه، ما عندناش تعليم جيد، ما عندناش حاجات معرفيه. حقل تجارب للجهل يعني. النقطه ان ده بقى ايه؟ حقل خصب. انك انت عايز تبرمج دول، عايز تاخد دول، عايز تضم دول لتنظيمات معينه، عايز تضم دول لتنظيمات دينيه، عايز تضم دول لاسلوب يكسر في البلد يطلع الغضب ضد البلد كذا. فعايزين نشوف مثلا امثله من اللي هي بتمارس مثلا داخل التنظيمات الدينية. التنظيمات الدينية سواء تنظيمات دينية أو سياسية بتتبع أسلوب محدد. هو أول حاجة يعني له مراحل تفكيك نفسي. مرحلة التفكيك النفسي الأولانية اللي هو مرحلة إزاي أنا أوصل
الناس يعني اول حاجه لازم تشدهم بحاجه عاطفيه زي فكره الدين، فكره العداله الاجتماعيه. كل الناس طبعا تحب الدين، كل الناس محتاجه العداله الاجتماعيه، كل الناس محتاجه كذا، تشدهم بالمثل العليا. اوكي، فانت تقوم مجمع الناس دي عن طريق مثل عليا قوي، تبتدي ان انت تلعب على العواطف دي بحيث يعني الناس دي تتشد الاول. اوكي، تبتدي ان انت تدخل الناس ديت في نظام اللي هو يحسسهم بالذنب الداخلي، انت لازم تغير، انت بينتهك الدين، انت بينتهك البلد، انت كذا انت كذا، فتحسسهم بخلاص انت اللي هو انجذبت عاطفيا للموضوع. بيبقى في سيستم ان انت بتعرض الناس دي، لما تاخدهم مثلا في معسكرات ان انت هتاخدوا دروس دينيه مثلا متواليه، هتاخدوا، المهم ان انت تعرضهم لحاله من الانهاك. يعني لازم تحرص على انك انت تعرضهم لحاله من الانهاك. بعد اسلوب معين من الانهاك، ان انت تبعده عن مجتمعه، تبعده عن كذا، تدخله بس بعد اللي هو عمليه الجذب العاطفي اللي في الاول، تبتدي انك انت تعرضه لانهاك، يبقى محروم من حاجات معينه، تعرضه لنوع من الحرمان معين، حرمان من الراحه، حرمان من الاتصال بس بتاع كذا 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 بتاعته اللي كان فيها. في الاخر لازم تقوم موصله انك انت تعرض عليه حاجه صادمه جدا، زي مثلا ان انت ايه توريه مثلا حد بينتهك الدين ده وضرب حد مثلا، تعرض عليه افلام متفبركة، تعرض عليه حدث صادم، تعرض عليه كذا. علماء النفس عارفين ان حالة التفكيك النفسي دي بتوصل عقل الانسان ان هو يفقد الارتباط بالذكريات بتاعته، بالعادات بتاعته، بيبقى زي الصفحة البيضة اللي انت ممكن ان انت تعيد برمجة الوعي فيها. وإعادة برمجة الوعي بقى في المرحلة التانية لها اسلوب متخصص، ان انت تبتدي ان انت تديله فكرة إيحائية، تبتدي بقى تقعد تشتغله على الفكرة الإيحائية دي وترددها ترددها ترددها، زي مثلا ما قلنا مثلا زي ما انت تاخد حد مثلا في جماعة دينية، تبتدي انت عزلته عن المجتمع، شديته بفكرة عاطفة، تبتدي ان انت تعمل له حلحلة نفسية أو ان انت بتعمل له تفكيك نفسي، ابتدى ان هو خلاص يبقى صفحة بيضة معاك. بعد صفحة البيضة دي تدخل له افكار إيحائية ان انت كده انت بتجاهد في سبيل الله، انت كده انت ليك الجنة، انت ليك كذا، خلاص هو طالما بقى صفحة بيضة بيبتدي يستمع للافكار الإيحائية، بيبتدي بإعادة الترتيب بتاعها، وبان هو بيعمل لك وسط حواليك ان هم الافكارهم صح المسيطرة، يعني فكرة المسيطر وانت الضحية. فيبتدي ان هو بعد ما عمل لك خلخلة في، وده اللي هم خبراء علم النفس عارفين ان انت بعد عمليه اللي هي التفكيك النفسي في الاول، بتكون الخلايا بتاعه العقل اللاواعي عايزه اعاده برمجه، يعني قابله لاعاده البرمجه بسيستم خاص، يعني سيستم تاني خالص غير البرمجه بتاعه طول حياتها. فمن هنا ان انت بتبتدي الناس ديت، وبعدين تحرص بقى على انك انت تعزلهم عن الطرف الاخر اللي ممكن يغذيهم خلال الفتره دي بمعلومات معينه. بالفتره بيبتدي يبقى هذا الطرف اللي انت استحوذت عليه، ده بتبقى عملية استحواذ، يبقى هذا الطرف خلاص معادي للطرف الاخر، او شايف الطرف الاخر ان هو العدو، وشايف ان هو في منهج اللي هو املي عليه ان هو في طريق الصح، ان هو كده انا في طريق الجهاد، انا في طريق الجهاد، انا في طريق الجهاد، اوكي انا بعمل الصح، الطرف الاخر هو المعادي، هو مش معايا في طريق الصح، يبقى هو العدو. وفي نفس الوقت عايز يمارس على الطرف الاخر برضو بصور معينة، انت بتشتغل على العدالة في الدولة، انت كذا كذا كذا، وبعدين ايه، روح عشان الدولة ديت تحقق هذه العدالة لازم تسقط كل هذه المؤسسات الفاسدة، لان هذه المؤسسات هي اللي تحمي فساد الدولة. يوم بعد ما خلاص استحوذ عليك، يوم وجهك اسقط الدعائم بتاعت الدولة، يبتدي انت بقى ايه تدخل الطرفين دول مع بعض. طبعا يعني انا لا اقول مثلا، طبعا احنا يعني زي ما نقول الصح واضح والكويس واضح، لكن انا بقول على الناس بقى اللي هي بتدخل تشعل بقى في الوسط، اللي هي تشعل بقى الفتنة اللي هو عشان تتؤدي لنفس الهدف بتاعك في الاخر، هدف التقسيم. انت عايز ايه من مصر؟ انت عايز تفتتها داخليا وعايز تقسمها، يعني فاهمني حضرتك، انت عايز تفتتها وعايز تقسمها، فانت كده انت بتستعجل. زائد بقى ان انت تقوم مدخل اطراف اخرى هنتكلم عنها، مثلا يعني انا عايز اتطرق برضو لحاجه، يعني مثلا المره اللي فاتت لما اتكلمنا على البلاك ووتر اللي بتعمل حرب عصابات بتاع، لكن في حاجه مثلا مهمه جدا الناس مش واخده بالها منها، في اولا شركات كتير للارتزاق، الشركات دي ممكن نفتح لها مثلا موضوع تاني، لكن انا اللي يهمني هنا في فرقه محدده مثلا اسمها بي 2 او جي، دي اسمها الفئران القارضه، الفريق بي 2 او جي، بي 2 او جي. الفرقه دي مدربه من زمان
ودي تعمل تحت إمرة البنتاغون دايركت، يعني على طول مباشرة تحت إمرة البنتاغون. الفرقة دي فرقة الفئران القاردة، دي تدربت على قيادة أكثر العمليات الداخلية في الدول التي سيتم اختراقها، يعني القاذورات اللي احنا بنشوفها وبتلصق ومهمتها بقى ان هي تقوم داخله معها مساعدات تانية من الحرب الإعلامية اللي تلصق لك هذا في كذا، تلصق لك الكلام ده في كذا. من ضمن الحاجات اللي هي متدربة عليها دي وتدريباتهم عمليات الدبح، عمليات القتل الهمجية، عمليات التمثيل بالجثث، عمليات الاغتصاب الجماعي، عمليات حاجات كتير جدا. نشوف مثلا زي الحاجات اللي احنا شفناها غريبة جدا في الفترة اللي فاتت، شوف جثث متقطعة، حاجات دموية، قصد مثلا ان انت تجيب مثلا ده بيدوس على واحد ميت، دم كتير سايل، اغتصابات، اي حاجة بقى في, في, في استغلال الجموع ان انت تلصقها بالطرف الفلاني. دول مهمتهم كده بس، يدخل معاها بقى التوافق معاها حرب اعلامية. طيب ده دلوقتي، لغاية دلوقتي في حاجات يمكن ان يقول انها دخلت عندنا ان احنا اخترقنا فيها، وفي حاجات يمكن القول انها لسه ما وصلتش وربنا ما يجيبها. يعني ايه خلاص احنا متفقين ان المنطقه كلها بتتعرض لخطر ما منظم ومرتب ومحدد ومبرمج وماشي وممنهج. العراق وقع، سوريا فيها، ليبيا حصل فيها كذا، السودان عندها مشاكلها، عندنا مشكله في نطلع على الصومال من فوق، هنطلع مش عارف ايه، فبتتحاوط كلها. في حالات دخلت عن ايه اللي هي في الحرب العقليه او في السيطره على العقول النهارده، ايه اللي عندنا، ايه اللي ممكن يكون دخل لنا، ايه اللي ممكن يكون احنا بقى، احنا عايزين نشوف ايه اللي مسنا في هذا الموضوع. انا عايزه برضه اقول على بس انا عايز قبل ما ده بس عايز ارجع تاني، بس عندي مجموعه اخبار كده يا اميره والنبي ورينا الصوره من بره. النهارده في من عند الاتحاديه، في النهارده في بعض المتظاهرين بياكدوا نيتهم على الاعتصام امام الاتحاديه. كان النهارده الكلام من الناس، الاغلبيه الناس بتتكلم بتقول ان ذهبون الاتحاديه بيقول استمرار، بيقول المرسل استمراركم في العناد يزيد تاكل شريعتكم. اكدت هذه القوه في بيان وقع عليه 19 حزب وحركه سياسيه بعنوان يسقط الاعلان السوري المستبد يسقط دستور الاخوان المشوه، انها لا تزال القوه الوطنيه بقى لا تزال متمسكه، ال 19 حزب لا تزال متمسكه بموقفها الواضح من رفض الاعلان الغير دستوري الذي اظهره الدكتور محمد مرسي وترفض دعواته للاستفتاء على الدستور المشوه، صنعه طرف واحد رغما عن الاراده الوطنيه والسياسيه والشعبيه التي اسقطت شرعيه هذه جمعية سياسيا وشعبيا. ده الوضع. الصورة دي دلوقتي، الصورة دي حاليا من هناك من عند الاتحادية، هذا هو الموقف النهارده عند الاتحادية. نشوف نقدر الساعة كام، ايه اللي لسه لغاية دلوقتي ما باينش، قال لهم هيعتصموا هيقعدوا، هيبقى هي الرسالة، بعتوا رسالة النهارده على اعتبار ان يبقى في حاجة تانية. ده اللي حصل لغاية دلوقتي، ما فيش اخبار او اي ردود فعل رسمية من الحكومة او من الدولة او من قصر الرئاسة. هذا هو الموقف اللي موجود قدام الاتحادية. نرجع للموضوع، انا كنت بتكلم بقول لحضرتك. طيب نطلع فاصل وبعدين نرجع للموضوع. يعني موضوع السيطرة على العقول ديت نقدر نقول دلوقتي ان بقت يعني وفقا للي احنا شايفينه، اقدر اقول ان دلوقتي بقت في حرب اسمها الحرب العقلية.
ده صحيح. لا ده اكيد، ده لسه كمان يعني هدخل في الجزء الثاني. خش زي ما انت عايزه، بس في حاجه اسمها الحرب العقليه. طبعا طبعا ده اساسي. طيب. طيب انا عايز امثله بقى عشان نبقى مركزين ونمشي في سكه في حته واحده بس. في الحرب العقليه دي السيطره على العقل، قلنا العقل ده بيفتت له عشان ما نقعدش في التفاصيل الكثيره دي، وبيلغوا ايه وبيعملوا مش عايزين ايه. ايه الحرب العقليه دي؟ عايز مثال ملموس حصل نمسكه. يعني طالما احنا لسه في الجزء اللي هو التفكيك الذهني وعادة البرمجة. أيوة. لا يمكن ان احنا طبعا يعني كل الناس المتخصصة في 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 في, في المايند كنترول او السيطرة العقلية عارفة او سمعت، يعني يجب ان كلهم سمعوا على مشروع اسمه ام كي الترا ومشروع اسمه مونرك. مين دول اللي حضرتك سمعوا؟ يعني كل الناس اللي هي تخصصت في دراسة المايند كنترول او السيطرة العقلية او عملية اعادة. هو ده في تخصصات. عندنا التخصص ده في مصر؟ والله هو يعني هو داخل في طب في علم النفس، وداخل في كذا حاجه، يعني داخل في اساليب المخابرات، وداخل يعني في كذا يعني شكوك. يعني احنا عندنا في مصر ناس عارفه في المسائل ديت وعارفه. ده لازم اصلا ياخدوا الدراسات دي. يعني مثلا احنا عندنا هنا بيل كلينتون، المحروس كلينتون ده. انا هتكلم بس عشان الفيديو معانا، بس هشرح ان بيل كلينتون كان بيعتذر للشعب الامريكي بعد ما انكشف موضوع ام كي الترا. مشروع ام كي الترا ده هنتكلم عنه اكبر مشروعين للسيطره على العقول اتبعتهم المخابرات الامريكيه سواء داخل امريكا وخارج امريكا، وبيتبع وهشرح ازاي هو اتبع جزء منه في العراق وبيتبع برضه في بعض الدول العربية. ان مثلا مشروع ام كي الترا اللي اظهره إن مشروع ايه بالراحة بس؟ ام كي الترا. طيب ده بيعمل ايه المشروع ده؟ المشروع ده عبارة حصل اخده يعني ده مورس على الشعب الامريكي كمان. ده كان من احد البرامج المتخصصة للسيطرة على العقول وإعادة البرمجة ومورس على الشعب الامريكي عن طريق برضو التفكيك الذهني وإعادة البرمجة، ودخلت فيه بقى بعض تقنيات الشحنات الكهربائية والشحنات المغناطيسية، واستخدام عقار الـ LSD. يعني استخدموا عقار الـ LSD لانه عقار برضو بيساعد، هو عقار هلوسة بس بيساعد على. طب ودول الناس ازاي ولا سابوه في السوق للناس؟ لا هم اخدوا عينات عشوائية من الشعب الامريكي ومرسوا عليهم، يعني مرسوا عليهم مشروع يعني عملوا تربة عليهم. هو بداية طبعا موضوع السيطرة على العقول ده موضوع من بداية العشرينات، واول من اتبعوا كمان وهم الامريكان خدوه الاول من اللي مورس في الحرب العالمية الاولى ومورس في كوريا ومورس في الصين، بيعرضوهم بقى هم. طب ايه الصورة اللي ده الناس اللي هقول لحضرتك دول بقى بيعرضوهم في موضوع برضو ده اللي بيعتذر كلينتون عليهم بقى في اسلوب مونرك، بيعرضوهم لعمليات تعذيب جسديه، لعمليات جنسيه مثلا فظيعه. بيعرضوهم لعمليات جنسيه فظيعه، بيعرضوهم لعمليات كهرباء، بيعرضوهم لعمليات تعذيب قاسيه جدا بحيث ان هم يهدم لك النفسيه تماما. يهدم لك النفسيه تماما. بعد كده بيقوم مرسخ لك خلاص انت في حاجه هم علماء النفس عارفينها، ان انت لما تهدم خلاص النفسيه، تهدم الاراده تماما، تهدم الـ 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 الشعور بالرفض عند الشخص قدامك، بتبتدي انك انت تاخد الخلايا الوعي الداخلي بتاعك ان انت تقوم تعيد برمجته، بيبقى في حاله استسلام ان انت توجهه تستخدمه بقى كحاجه كامله، تستخدمه في التوجيه لحاجه كامله بحسب الوجهه اللي انت عايزها. عملوا ده على الشعب الامريكي. طلع كلينتون قال ايه بقى؟ هاتي يا اميره. طلع بيعتذر. اللي كشف بقى كمان الموضوع ده ايه؟ واحده كان اسمها كاتي اول براين، ودي الفيديوهات بتاعتها بتاعت اعترافاتها موجوده في اليوتيوب. الست دي استني يا اميره بقى هنا، استني يا اميره بس عشان نشوف الاعترافات. الست كاتي اول براين دي نكت ان هي تهرب من المشروع دوت وانقذها ناس وقعدوا يعالجوها فتره، فبعد ما عالجت هي بقى ناس يعني حبوها، هي اللي طلعت اتكلمت وعملت كتاب بقى اسمه الغيبوبه بتحكي فيه بقى التفاصيل اللي هي حصلت وكذا وكذا، بعد بقى ما عدت سنين تتعالج. اسمها كاتي اول براين. الموضوع لولا كده ما كانش حصلت الفضيحه. طيب بتاعت هو لما طلع بقى لي بقى هو بيعتذر للشعب الامريكي يعني عن ممارسات مشروع ماك الترا اللي حصلت منها على الشعب الامريكي، لكن النقطه ان نفس دوت هو اللي حصل في العراق. انك انت هم يعني هم شالوه من الشعب الامريكي انهم مستخدمينه على الناس التانيين. عملوا ايه في العراق بقى؟ العراق طبعا في سجن ابو غريب اللي كان بيحصل ده ما كانش عشوائي. اللي كان بيحصل داخل السجون اللي احنا شفناه ان هم كانوا بيقلعوا الناس مثلا عرايا ويحطوهم في كتل مع بعض، والكلاب والتوصيل الكهرباء ان انت تعرضوا لشحنات كهربائيه كل فتره، ده كان جزء اساسي من مشروع مونرك ومشروع ام كي الترا خلاص للهدم الذات.
انت خلاص بتهدمه نفسيا، بتهدمه ذهنيا، وبتعيد بقى استخدامه تخليه، يعني هو بهدمه عشان هستخدمه في حاجه ثانيه انا، بتخليه عبد بقى خلاص. يعني انا هستخدمه عشان استخدمه بعد كده امشي انا بقى، بيبقى ده بسيبه هيشتغل خلاص، بيبقى عبد، بيبقى عبد ليك. يعني انت بالطرق ديت دي مدروسه جدا، ده بيبقى عبد ليك. الطرق دي مورست في سجن ابو غريب، مورس الـ 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 التعرض اللي هي سكشوال ابيوزز، اللي هي اللي يعني اعتداءات، مش اعتداءات جنسيه بمعنى الـ الـ يعني اعتداءات ان انت تؤذيه جنسيا، ان انت تعرضه لقباحه، تعرضه لكهرباء، تعرضه لعذاب، تعرضه لخوف شديد متواصل، كلاب مسعوره، مش عارف ايه، كذا كذا كذا. بعد كده خلاص انت بعد ما بيقع بقى باخده السلم اعمل معاه برنامج خلاص تاني، خلاص بيبقى عبد. بيبقى عبد عندك. هو بس بعمل فيه كده ولا بدخله في برنامج تاني؟ ايوه بتدخله بقى خلاص، بعد ما انت خلاص عملت له تفكيك كامل ذهنيا وروحيا وانسانيا وكل حاجه، ده بيبقى خلاص ماده خصبه. تروح بقى انت تخليه يفجر نفسه في حته، تخليه يدخل في وسط يعمل عمليات مسلحه، هتقول له هيج هنا ولا هنا عليا، بيبقى عبد. انت ممكن تحط له حزام ناسف وروح فجر نفسك في كذا، خلاص انتهى، انتهى الوعي بتاعه كأدمية، انتهى الإرادة بتاعته الأدمية، خلاص بقى عبد عندك. توجهه كآلة يعمل اللي انت عايزه، وده في جوانتانامو ان شاء الله يموت نفسه، يعمل اي حاجة. جوانتانامو والغريب جدا ان هذه الممارسات معروفة عالميا ومتسابقة. احنا بقى هنتكلم في الأسوأ منها، الأسوأ منها بقى اللي هو في الجزء الجاي اللي هو هندخل فيه. وفي أسوأ أولاً من كده؟ انا عايزه بس اقول لحضرتك حاجه من اتنين، النقطه دي والنقطه دي مهمه جدا، يعني ارجو ان الكل ينتبه ليها، وارجو ان نشغل الفيديو بتاع الجنرال مايكل اكينو عشان ابين للناس امريكا اللي بيلتحفوا بيها، ها، او عايزين مثلا يتغطوا بيها او يخلوها في تدخل دولي، ان امريكا دي عباره عن ايه. عايزه اجيب هنا اللي هو الفيديو اللي هو بتاع الجنرال مايكل اكينو اللي هو يعني هتكلم، هو بيقول ايه محيلي على ما يدوب بس هتكلم والفيديو شغال. النقطه بقى اللي احنا، لا هو كان بيقول ايه يعني حضر لنا عشان النقطه بقى اللي احنا هنستغرب لها جدا. ان اتكلمنا المره اللي فاتت على أليستر كراولي اللي هو كان تجسد شيطاني، تجسد شيطاني اللي عمل كتاب القانون بتاع عباده الشيطان. هو اللي اظهر عباده الشيطان في القرن الحديث. عباده الشيطان موجوده من زمان، بس هو اساس عباده الشيطان في العصر الحديث، عباده الشيطان. التلميذ بتاعه اسمه انطون ليفي. أنطون ليفي ده هو مؤسس كنيسة الشيطان، وهو اللي وضع كتاب الإنجيل الأسود في عام 1966. ده كنيسة الشيطان، ده موجود في أمريكا، ووضع كتاب الإنجيل الأسود، وكان هو صاحب الممارسات اللي هو تولى بقى شيرش أوف ساتان دي اللي هي الكنيسة الشيطان. ده أنطون ليفي ده الأولاني، لا ده بقى اللي هو تلميذ أليستر كراولي اللي خد منه العهد ان هو يكمل المنظومة الشيطانية. يا ربنا يولع في نفوق. مين بقى المساعد الاول بتاع أنطون ليفي؟ نتخيل مين المساعد الاول بتاع أنطون ليفي؟ الجنرال مايكل اكينو. مين بقى الجنرال مايكل اكينو اللي هو ده؟ ده المساعد الاول بتاع أنطون ليفي اللي هو ماسك الاساس بتاع الترسيخ اللي هو بتاع الشيطان وكنيسة الشيطان، واللي عامل كتاب الانجيل الاسود. الجنرال بقى مايكل اكينو ده مين؟ ده المسؤول الاساسي في وكاله الامن القومي الامريكيه على عمليات السيطره على العقول عالميا. الله يا سلام. ده الجنرال مايكل اكينو، ومسؤول من زمان، مسؤول من الستينات، ولسه يعني موجود لفتره قريبه. انا لا اعلم اذا كان توفى او بتاع، بس هو كان لغايه يعني عدى فتره كبيره جدا. هو المسؤول، ومسؤول عن جميع تطور العمليات التطويريه لاجهزه وتقنيات السيطره على العقول، اللي هو ماسك البرانش كله حول العالم، سواء ذهنيا او عن طريق الاسلحه، اللي هنتكلم بقى في شق اساسي عن الاسلحه. لكن هو المهم عشان الناس تعرف ان المساعد الاول بتاع أنطون ليفي هو الجنرال مايكل اكينو، اللي ماسك كل وتابع لوكاله الامن القومي. والجزء ده على فكره وكاله الامن القومي مسيطره فيه على المخابرات الامريكيه في الجزء اللي هو بتاع السيطره على العقول. اللي هيدخلنا بقى للتقنيات الجايه اللي احنا هنشوف بقى فيها حاجات مهمه، وهنشوف دول هم الطقوس اللي بيعملوها المجموعه اللي هي بتاعه الكنيسة الشيطاني، ومعاهم الجنرال اللي هو مايكل اكينو. وهو اصلا يعني ممكن نكتفي يعني بالفيديو، بس انا عشان لما حضرتك تسالني طب ايه ده، لا انا بتكلم على عبادة الشيطان عشان هم ساعات بيفوتوا عندنا هنا يعني.
لا ما هم موجودين. وعلى فكرة أنا تعرضت لناس من عبدة لوسيفر كمان، يعني أنا تعرضت لناس من عبدة لوسيفر، يعني ما طلعش اللي هم موضوع مش موضوع شباب تم جذبهم ويعني بيشتغلوا كده عشوائيا. لا ده في عبدة لوسيفر في مصر موجودين وكبار مش صغيرين ما شاء الله. ف ده هيدخلنا بقى في حاجة بقى اللي هو الشق التاني اللي هو التقنيات، تقنيات السيطرة على العقول وإيه الممارس منها في مصر كمان وبصورة كبيرة. ولازم نفهم إن مش شرط الجزء اللي هو التقني بيبقى مفصول عن الجزء النفسي أو البرنامج النفسي. يعني دول الاتنين ممكن بيشتغلوا مع بعض، أحيانا ده يشتغل لوحده أحيانا ده يشتغل لوحده، وأحيانا بيشتغلوا الاتنين مع بعض اللي هو الجزء التقني مع الجزء النفسي، الجزء التقني مع عمليات اللي هي ماشية تفكيك نفسي. لكن هندخل دلوقتي بقى في حاجة مهمة جدا، إن انا الفتره اللي فاتت يعني احنا كل الناس تعرف اتكلمنا قبل كده عن الكيمترال. الكيمترال دوت عباره عن نوع من الكيماويات مضغوطه في صوره غازيه، المفروض ان هي بتؤدي لاحداث تغير في الحاله المناخيه، وعلى حسب الهدف بتاعي بغير في الكيماويات اللي داخله في الكيمترال. فالنقطه ان كان الكيمترال زمان، وللأسف إن أمريكا واخدة تصريح بيه من الأمم المتحدة. يعني أمريكا ما رضتش توقع على المعاهدة بتاعة الاحتباس الحراري، وخدت تصريح من الأمم المتحدة باستخدام الكيمترال على أساس إن هي، وأنا مش عارفة إزاي أصلاً إن ما يحصلش فيه لجنة إشرافية لحتى كيفية استخدام الكيمترال وتحديده في أمور معينة. وفي معايا مثلاً، يعني في معايا فيديو هنشوفه كمان شوية، وفي الوثيقة اللي فيها المحددات ووثيقة يعني بتديها سماحيات كبيرة جدا انها تستخدم الكيمترال. فالكيمترال كان زمان بيستخدم في 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 مضغوط في صهاريج بتتوصل بالطائرات النفاثة. المشكلة بقى الفترة اللي فاتت بقى يعني شغال على الطائرات المدنية وشغال على كذا. انا نفسي شفته فوق مصر كتير، وانا نفسي يعني انا بقى سعيد اعرف ليه مصر غرقانة الفترة اللي فاتت بالكيمترال. اوكي ومثلا يعني هنا مثلا دوت هو بقى في الطيارات المدنيه بترش، احنا بنشوف بقى الخطوط دي موجوده دلوقتي، بنشوفها طالعه من الطيارات بنشوفها كذا. ممكن ايه الخطوط المطيره دي اللي كيمترال؟ دي كيمترال. طب ما كل الطيارات النفاثة لا 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 لا، دي بتفضل في الفتره في الجو بيبقى له لون ابيض كده مكثف شويه مائل للرمادي. يعني ممكن مثلا يعني كان في هنا تصوير عشوائي من منطقه سكنيه للطيارات اللي بترش كيمترال، انا نفسي شفتها بس عرفتش اصورها، بس لقيت بقى فيديوهات كتير على اليوتيوب لناس مصورين عشوائيا الطيارات وهي بترش كيمترال في سماء القاهره. القاهره غرقانه كيمترال. طب مين الطيارات دي؟ عايز اقول بقى مين الطيارات دي؟ استني بس يعني مين طيارات يعني ما انا شفت طياره مدنيه بترش كيمترال. مدنيه يعني حد مأجرها يعني ده مثلا ناس في منطقه عشوائيه. الصورة دي من مصر؟ ده في القاهرة. ده صورة من الجو دي؟ لا ده واقفين في بلكونة وبيصوروا طيارات بترش كيمترال. بترش كيمترال يعني ده ايه؟ طيارة مدنية يعني طيارة صغيرة؟ لا طيارة مدنية انا شفت يعني طيارة ركاب مثلا؟ يعني طيارة اكيد مش بتاعتنا، مش مصر الطيران. لا مش مصر الطيران. طيب هل احنا يعني مثلا هنا احنا يعني لا مؤاخذة أوفف يعني مش عارفين دلوقتي في مصر لما حاجه زي دي تعرفين الطياره دي ايه ونعمل ايه وسايبين المساله كده؟ المشكله ولا المشكلة بلد بقى يعني بلد بقى من غير بقى يعني بلد من غير بواب مثلا؟ لا اكيد سالت في الموضوع ده. اولا لم يوضع له قوانين امنيه ودي حاجه عجيبه جدا. تاني حاجه ان بيقول لك لما تكون مثلا طائرات مثلا امريكيه او طائرات وات ايفر مثلا تبع لشركه خطوط خارجيه لو انت جيت انت هتعمل ايه؟ انت هتضربها مثلا منظومتك الدفاعيه، ممكن يتهموك باي حاجه. انت ممكن لو تعرضت لهم يتهموك باي حاجه. انا الطيار هو ده داخل بينزل عندي انا مش انا أيوة. بتاع ده مش بيتكشف عليه المفروض. طيب يعني انا لما ينزل انا هنا النهارده ليه لما اي طياره بتنزل في مصر عندي هنا امريكيه عفريتيه والامريكان دول هيقعدوا اسيادنا على طول كده، انا ليه ما بنروحش وانا ما انا بروح يا مون يا بروح جنب الطياره، ليه ما بيبقاش عندي نوع من التفتيش ان انا اشوف هي دي بقى نقطه من خلال البرنامج. لان انا عايزه بقى اتكلم في الاهم، يعني عايزه اتكلم في حاجه مهمه على ده مش دي الكارثه، ده لسه ليه الكارثه؟ ما هو لسه احنا عارفين ده بيعمل ايه، ما هو ده بيسمم، ما هو ده اللي مودينا في سياق. احنا عارفين ايه اللي الشعب طيب احنا احنا عايزين. وفي غيري برضو طالب يعني من ضمن الناس اللي اتكلمت في موضوع، هتكلم برضو عن شخصيه كويسه جدا دكتور محترم جدا هنتكلم عنه كمان شويه. بس هي النقطه ان انا بطالب من خلال البرنامج دوت ان البرنامج بتاع حضرتك يعني ان يتبنى فكرة ان ازاي لم يتم التحقيق في هذا، كيف انا القاهرة غرقانة بالكيمترال. انا اتحدى اي حد
ما صورش الكيمترال وهو بيترش في القاهره الفتره اللي فاتت. نيجي بقى طب ليه طب قلنا بقى بتاع اللي ترش ده هيعمل فينا ايه يعني؟ طيب ما احنا عارفين احنا عندنا تركه بترش الدوده بترش بتاع الكيمترال اللي بيرشوه علينا ده عشان يحصل لنا ايه؟ عشان يجي لنا هطله في دماغتنا اكتر ما مهطوله ولا عشان ما هقول لحضرتك بقى الاهم. الكيمترال الناس فاكره ان هو يقتصر على موضوع السيطره على الجو والصواعق والكذا، واحنا جربناه في مصر ان هو مثلا يعني كان في دكتور محترم جدا اسمه دكتور منير الحسيني، هو الوحيد اللي اتكلم في مصر، هو دكتور عالم احياء ودكتور في مركز البحوث، وهو الوحيد اللي باين للناس واتكلم ان الكيمترال هو اللي قتل الفلاحين في مصر بالصواعق وان دي كانت كذا، وجاب بقى الادله لان هو باحث كويس جدا في يعني. الدكتور موجود دكتور منير هنا ولا مسافر ولا؟ والله انا مش عارفاه شخصيا بس هو يعني ابحث كتير جدا. المفروض ان هنا يعني في القاهره. طيب. وفي مركز البحوث. النقطة بقى للناس مش فاهمها ان الكيمترال مش متخصص بموضوع التحكم في الجو بس، ده هو بقى ايه تم ادخال، وده حصل قبل حرب العراق، وهندخل بقى على حاجة اعجب دلوقتي. قبل حرب العراق خليني في الكيمترال، انا مش عايز حاجة اعجب. أيوة خلينا أيوة نتكلم في الدرس. ايوه انا بتكلم في الكيمترال بس الجزء ده عايز تركيز، الجزء ده عايز تركيز. اوكي زي ما اتكلمنا الفترة اللي فاتت عن أمريكا اللي هي عملت الفيروس، عملت مثلا فيروسات الـ H1N1 وعملت الإيدز وعملت كذا، من ضمن الفيروسات المخلقة اللي هي كان فيروس حرب الخليج اللي هو بيسبب مرض حرب الخليج. الفيروس ده تم ضخه بصورة نشطة، الميكروبات بتاعته بصورة نشطة في الكيمترال، وتم رش العراق، وده مثبت على فكره في حاجات كتير اللي كل عايز يطلع عليها، ان تم رش العراق قبل دخول القوات الامريكيه فيها، وتم اعطاء جميع الجنود الامريكان لقاح لهذا المرض، ومع ذلك بعضهم اصيب فيه، مع ذلك بعضهم اصيب بيه اللي هو مرض الخليج. ده من ضمن الحاجات يعني المورثه في العراق. الكارثه بقى اللي احنا على فكره الموضوع ده جديد خالص، ما حدش لسه دخل فيه في مصر ولا في الدول العربيه، ودي كارثه متبعه من 4 سنين، ان وارجو ان الجزئيه دي يحصل فيها تركيز شويه. تكنولوجيا النانو، او الناس سمعت عن النانو تكنولوجي، النانو تكنولوجي. أيوه. اللي هو بتاع اخونا. أيوه. الدكتور هو على فكره النانو تكنولوجي موجود من الخمسينات، بس هو الفتره دي اللي حصل سماحيه انه يظهر على النور، لكن هو موجود من الخمسينات، والتكنولوجيز بتاعته. أيوة. طيب. موجودة من الخمسينات. طيب. لكن هو في كده ده موضوع ممكن نتكلم عليه بعدين، ان ازاي انت تسلط الضوء دلوقتي على الشخصية ديت في هذا الوقت الحالي وليه، لكن موضوع النانو تكنولوجي ملناش دعوة، ما دخلناش. أيوة. في متاهة. أيوة. تانية دلوقتي، خليه دلوقتي النانو. مهم. يعني عايزين تركيز في الحتة دي. النانو تكنولوجي انت بتتعامل دلوقتي مع بارتكلز او جسيمات في المقاييس بتاعتها بتضرب في 10^-9 من المتر او من السنتيمتر، فانت بتتعامل في جزئيات دقيقه جدا. وصلوا ان هم البارتكلز بتاعه النانو تكنولوجي يصنعوا بيها جسيمات متعدده الاهداف، احد هذه الجسيمات ممكن تحمل فيروسات مخلقه، تحمل فيروسات يعني مخلقه. يعني الحدوته اللي من نانو صغيره ديت مش متشافه ولا يعني انا بشرحه وهنشوف، انا بشرحه وهنشوف بقى بالتفصيل. يعني مثلا ده النانو تكنولوجي، يعني شفت حضرتك دلوقتي البارتكل مثلا اللي هي اللي في الجنب اللي تحت دي بارتكلز هنتكلم عنها، دي مهمه جدا. دلوقتي بقت الشبيت حاجه نانويه بتحمل مثلا اوامر كتير. دلوقتي تكنولوجيا النينو عملت مثلا زي الموسكيتو الصناعيه والناموسه الصناعيه. على فكره الناموسه الصناعيه دي لها كذا هدف بس انا اتناولها بعدين، ان هي مثلا من احد الاهداف. إن انت على فكره انت مشكلتك يا دكتوره انك بتدخليني في 7 جمل الاعتراضية معلومه اعتراضيه. خلينا في النانو. طيب. دلوقتي لا ينفع النانو ده، خلينا فيه. انا عايز اربط بالبارتكلز دي بتاعه النانو. ايه اللي على صبع الراجل ده؟ مش ده صبع ولا انا مش شايف؟ دي من احد الشبات النانويه اللي هي الشبات اللي هي رقائق. رقائق نانويه، لان احنا هنتكلم عليها كمان شويه، بس انا عايزه البارتكل اللي هو الاخضر دوت اللي تحت ده بيتم ادخاله، يعني انا هتكلم عليه دلوقتي. نجحوا بقى بتكنولوجيا النينو ان هم يعملوا جسيمات بعضها حامل لميكروبات في حاله نشطه، بعضها في اوامر قادره على الدخول على الجهاز العصبي، بعضها يحمل يعني مكونات صغيره جدا معدنيه، بحيث ان هي يتم ضخ الجسيمات دي على حسب الهدف مع الكيمترال، وتقوم في الدول مثلا زي احنا عندنا دلوقتي اللي حصل، زي ما بقول مثلا مصر غرقانه كيمترال الفتره اللي فاتت،
بقى يحصل ايه؟ ان هم يقوموا ضخنها مع الكيمترال، وزي ما هنشوف برضو في فيديو مهم جدا دلوقتي، ودي لا يمكن عزلها. لما تيجي ترشها فوق جماعه، لما تيجي ترشها فوق مثلا جماعه او ترشها فوق كذا، ترشها في اي حته في مصر فيها ناس، احنا زحمه كتير بالظبط، في تجمعات، في كذا في كذا في كذا، اولا دي بتخترق الجلد، تخترق الجلد، لا يمكن منعها، تدخل في التنفس، تدخل في العين، تدخل من الودين، بتخترق الجلد. فدي لغايه دلوقتي لم توجد تقنيه مضاده ليها، ان هو في كل حاجات على فكره لها تقنيات مضاده، بس طبعا هم بيحرصوا ان ما حدش يعمل فيها. لكن موضوع بقى ان احنا دلوقتي موضوع اللي هو الكارثه الكبيره، واللي لازم الناس كلها يعني دعوة للباحثين كلهم ان هم يظهروا للناس الحكايه ديت، موضوع البارتكلز النانويه ودخولها داخل الاجساد. اقل حاجه على فكره يا استاذ ابراهيم، اقل حاجه هي الاصابه بالمرض، باصابه بامراض متعدده، واللي احنا دلوقتي كل الناس دلوقتي الجهاز التنفسي وال ومثلا التنفس عندهم تعبان، بتحصل حالات وفيات، الناس مش فاهمه الحالات وفيات دي ليه. انا عايز اقول في السنين اللي فاتت كان المعدل الوفيات بسبب الكيمترال بس، كعنصر الكيمترال بس، 40 مليون نسمه سنويا، 40 مليون نسمه، ده قبل بقى الكارثه الجديده بتاعت في العالم. في العالم قبل بقى. ايه اللي اللي جاي للامريكان من الحكايه دي؟ طيب هقول لحضرتك حاجه بقى. لا قبل ما تقول. ايوه ما انا عايزه في النقطه دي، اصل النقطه دي بقى مرتبطه معايا في الجزء اللي يعني عايزه الناس تركز في موضوع اللي هو البارتكلز النانويه. الناس طاقت من التركيز واحده واحده دلوقتي. انا دلوقتي بتدي لي معلومه بس عشان خلينا. 40 مليون ماتوا من الكيمترال، ايه اللي جاي لهم من الحكايه دي؟ يعني هم مثلا حانوتيه، يعني متعهد حانوتيه مثلا، هقول لحضرتك بياخدوا فلوس من حانوتيه. هقول لحضرتك على فكره دي برضو من ضمن الدراسات اللي اشتغل عليها الدكتور منير الحسيني في مركز البحوث، هو تخصص في الكيمترال، هو متخصص في الكيمترال. وانا مش عارفه ليه ما فيش اي حد مصري تاني، احنا عندنا علماء افاضل، ليه ما فيش حد مصري بيطلع يتكلم ويفهم الناس ويوعي الناس، لان مطلوب في الفتره دي توعيه الناس بالتقنيات الجديده سواء للامراض او للسيطره على العقول. فده على فكرة دي النسبة ديت مش متقالة كده اعتباطا، نسبة 40 مليون دي هي كمان المتوسط بتاع عنصر الكيمترال لوحده، انه بيموت 40 مليون نسمة على مستوى العالم من تجارب بقى مرصودة عدة. يعني انا بقول الخلاصة بتاعتها، لو نرجع نفتكر الفترة المرة اللي فاتت لما ذكرنا لجنة الخطر الداهم اللي عقدت في سنة 75 وكانت مقررة انها تخوض حروب ابادة على الارض للوصول لنظريه اللي هي في الاخرى ان مش هيقام النظام العالمي الجديد الا لما يوصلوا بعدد سكان الارض لمليار نسمه، وهي مسماه في هذه اللجنه بالمليار الذهبي، واللجنه دي كان فيها هنري كيسنجر على فكره من احد الشيرمن بتوعها. هم بيقودوا حروب ابادات متعدده، ممكن مره نفتح مثلا موضوع الحرب البيولوجيه دي كارثه لوحدها، ممكن مره كذا، هم بيقودوا حروب ابادات على الارض سواء الحروب العسكريه، يعني ده في الاطار بتاع الحدوته الماسونيه بتاع الابادات عشان نوصل لمليار نسمه عشان نبتدي الحدوته بتاع الماسونيه، يعني ده في الاطار بس عشان انا مقتنع ليه بيموت 40 كل سنه لكل سنه. أيوه. طيب ده كمان ال 40 ده لما كان الكيمترال بس، يعني ال 40 ده لما كان الكيمترال في حدود معقوله، واحيانا يعني بيدخل معاه بعض الميكروبات المصنعه النشطه في حاله نشطه اللي هي ايه ما بتتمسكش عالميا. فما بال بقى انا عايزه بس افرد كلام في موضوع اللي هو النانو بارتكلز ده، لان النانو بارتكلز ده بقى فيه كارثه كبيره جدا. يعني انا زي ما قلت ده بيتحط في الاطار برضو الكابترال وهنشوفه دلوقتي تفصيلا قدام الناس، بس انا بشرح الاول عشان ما نشوف يبقى ايه الموضوع مفهوم. ان النانو بارتكلز دي قادره على انها زي ما قلنا بتخترق الجلد، اوكي، بتخترق الجلد، اما انك انت لا موضوع شرائح التحكم ده هنشوفه، يعني لسه هنكمل كلام فيه، بس هنشوف اللي هو الفيديو اللي هو بتاع humans to robots اللي هو استخدام تقنيات النانو مع الكيمترال، الفيديو اللي هو كيف يتم نشر جسيمات نينو هو ده عبر الكيمترال. يعني عايز اقول بقى الخطورة هنا، هنشوف دلوقتي جسيمات النانو المصنعة وازاي بيتم ضخها مع الكيمترال، ان جسيمات النانو دلوقتي بقى اقل ضرر ليها ان هي تبقى حاملة لميكروبات نشطة، لكن الاخطر بقى ايه؟ ان هي بقت تدخل مضغوطة مع الكيمترال يتم ادراج انواع من المعادن خاصة بحيث انها تعمل كعامل مساعد. بص بتخترق الجلد، هيجيبوا دلوقتي ازاي تم ضخها مع الكيمترال، بتعمل كعامل مساعد. لا ما اشرح الصوره اللي قدامنا. أيوة. احنا عاملين نحط يعني دي اهي البارتكلز اللي هي الجسيمات بتاعه النينو. جسيمات بتاعه النينو دي العلم الحديث بقى يتحكم فيها تماما.
هنا هنشوف ان بعضها بيدخل يستهدف خلايا محددة، ده انت ممكن كمان بتتحكم فيها عن طريق هارب، وهي كمان بتعمل تحكم كامل لهارب داخلك. يعني والمحاريس دول اللي بتتكلم والفندم ده مين دول؟ ما هم بيسالوا على اللي هم التكنولوجي، ان هم بيقولوا لهم طبعا معلومات خاطئه، لكن انا دلوقتي هنشوف ان دي ازاي بعضها بيستهدف الجهاز العصبي، بعضها بيدخل على خلايا المخ بحيث ان هي تعمل سيطره كامله لجهاز هارب، ان هي بقت تعمل كعامل مساعد كمان للسيطره بجهاز هارب، اللي احنا هنتكلم برضو كيف يعمل على السيطره على المخ. بقى يتم إدراجها على فكرة في بعض التطعيمات الأطفال والناس مش فاهمة، وده بقى إيه كمان الخطورة بتاعتها. يعني إيه تطعيمات الأطفال والناس مش فاهمة؟ ما هقول لحضرتك الخطورة بتاعتها إن هما كمان بيعملوا لنا تغيير للمكونات بتاعت الدي إن إيه، تغيير للدي إن إيه الداخلي، بحيث إن هما يتحكم لك في وظائف جسمك، يتحكم لك في درجة وعيك، يتحكم لك في جهازك العصبي، يتحكم لك في كذا على حسب بقى. يعني هو النانو البتاع الصغير اللي دخلها الميكروبات وحاجات في الدقائق الرفيعه ديت، وبيعملها مع الكيمتريل وبيعملها، فمنها بقى دلوقتي بقت امراض، منها بقت حالات، منها انه يتحكم في جسم في الانسان في الشعب. ممكن يتحكم في الشعب. احنا لو قعدنا كمان نص ساعه احنا هنلنا احباط كلنا، وهنقوم نرمي نفسنا في النيل. انا عايز اسال سؤال اللي يهمني دلوقتي، احنا في مصر هنا في جهه ما حد عارف الكلام ده؟ المشكله بقى، المشكله ان احنا في مصر في جهه نجحت بوجود ثلاث طرق لتطهير منطقه محدوده من الكيمتريل، بس الكيمتريل العادي، الكيمتريل الطبيعي اللي هو كان بيشتغل على تغيرات المناخ والكلام ده. انما الكارثه بقى الجديده دي محتاجه كل الباحثين الحاليين ان هم يعملوا. انا دلوقتي كدوله، انا الدوله رئيس الدوله عنده معلومات الجهات الرقابيه النهارده، الاجهزه الرقابيه، الاجهزه بتاع، هل عندنا اجهزه المخابرات، اجهزة المخابرات العامه، هل يعلم هذا الكلام ولا بلدنا كده متسابه واحنا مش عارفين حاجه، احنا قاعدين زي الهبل في الزفه؟ هقول لحضرتك حاجه يا استاذ ابراهيم، احنا بقالنا، انا لسه كمان هدخل مثلا في السيطره بتاعه يا ست، ما تخشيش في حاجه كفايه عليا كده. اذا كان احنا ما تلفناش القديم هنتلافى الحديث، احنا ما تلفناش القديم يا ست، المهم مش بنتلافى، المهم احنا عارفين ولا مش عارفين. هو من ناحيه عارفين الدوله كدوله، يعني ده كدوله، دوله عارفه، المراكز العلميه عارفه، او المفروض انها تكون عارفه. يعني في بعض متخصصين في كده، لكن كانك انت تنشر الوعي ده، انك انت تطلع على الجديد في اساليب السيطره العقليه، مفيش، انك انت تعمل تقنيات مضاده مفيش. احنا عمالين بنتكلم يعني، عمالين نتخانق وعاملين حصار حوالينا. هو ليه احنا بنفجر المواضيع دي؟ احنا بنفجر المواضيع دي عشان المواضيع دي كان من ضمن الحاجات المحجوبه المعرفه بيها، مع ان الحاجات دي موجوده. يعني هارب ده شغال من الستينات، كيمترول ده شغال من قد كده، المشروع بقى ترسخ مثلا اللي هو تم تطويره في بدايه التسعينات، لكن هو شغال الحاجات دي. تاني حاجه بقى، يعني انا هدخل، بس مش عايزه، بس انا عشان الخبط الناس، بس عايزه اقول التقنيات دي بقى لها عقود، احنا هنا محجوب ان حد يتكلم فيها، محجوب انك انت تعمل لها تقنيات مضاده، محجوب انك انت تطلع متخصصين فيها. ليه؟ دي من اخطر الحاجات اللي بتواجه العالم. انت ازاي لغايه دلوقتي مفيش منظومه ان هي توعي الناس ان هي تعالج الـ 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 الامور ديت؟ والامور دي خلاص انت لا يمكن انكرها. سؤال يعني تجاوبي او ما تجاوبيش عليه مش مهم. هل في مطار القاهره الكيمتريل بيترمي علينا من الطيارات اللي داخله لنا، الطيارات المدنيه، وممكن ترمي علينا من فوق خالص واحنا مش عارفين يعني يعني، ولا لازم على ارتفاع معين؟ لا، انا هقول لحضرتك حاجه، من ضمن بقى الحاجات اللي تضحك ان هم لما في البدايه لما حددوا استخدام الاسلحه اللي من ضمنها الكيمتريل ومن ضمنها هارب ومن ضمنها كذا، ادوا سماحيه لامريكا، وده ممكن يعني اوريه لو حضرتك طالبه، انا ممكن اوريه لحضرتك ان الوثيقه بتاعه الامم المتحده مديه سماحيه لامريكا باستخدام الكيمترال، باستخدام الهارب، باستخدام اسلحه البلازما، باستخدام اسلحه الليزر الفضائي، بس بيقول له بشرط تحاول الارتفاع فوق 600 كيلو متر فوق سطح الارض. وطبعا هم دلوقتي بيخترقوا موضوع 60 كيلو متر، وكيف انت تعطيه سماحيه باستخدامها اصلا؟ بيقول لك سماحيه طالما استخدمها في اغراض دفاعيه، يعني غير الاغراض البيئيه. طب يعملها فوق بلده، هو يجي يعملها فوق بلده انا ليه؟ مديله السماحيه. ما هو ده مديله الامم المتحده، وهو الاوفف اللي في الامم المتحده، الدول ديت ازاي تدور حضرتك؟ انا اجيب لك الوثيقه كامله، وانا عندي البنود بتاعتها كامله. هو حضرتك تسالني انا؟ ما دي اعجوبه من عجيب الزمن ان انت تعطي الدوله وكاتب كده فور ديفنس بيربزز، اللي هي للاغراض الدفاعيه. ايوه، ما انا ما عنديش مانع يديله في اغراض دفاعيه، بس فوق بلده، فوق بلده. هو عايز يعمل التجارب دي فوق بلده،
عشان لما يتسخطوا يتسخطوا هم. طب ما حضرتك كلهم يتسخطوا. ما هي دي الكارثه. انما هو بيجي يدرب عليا انا. ما هي دي الكارثه ان انت بتتعامل. الناس دلوقتي لما تقول لك امم متحده وهنرفع مطالب, هي دي الامم المتحده. ما هي الامم المتحده هي المديه اللي المديه السماحيه ان امريكا تستخدم يعني فتح لها المجال. سؤال يتقرع تاني والكلام ده على فكره. ارجع لسؤال تاني. اديني فرصه بقى عشان تجاوب على السؤال ده وما تجاوبيش. مطار القاهره ده عارفين ان في حاجه اسمها كيمتريل اللي بيترش, ممكن هو يعملوه من فوق من هو على 30 كيلو في الخط بتاع 30 كيلو, ما في خط 30 وفي خط 20 مش عارف فيه, ممكن في اللي عالي او ما نشوفوش. ولو اني بقى ما يخافوا اسرائيل تمنحهم لايل عليها هي, ما هو في مشكله هنا حاسس. على فكره اسرائيل من اكبر الدول اللي بتعمل كيمتريل على مصر. طيب. واللي مالكه كل التقنيات الحديثه برضه. طيب. واللي هي طبعا ضروري. يعني ما هم اقوى من امريكا. انا دلوقتي الطيارات اللي تنزل في مطار القاهره اكيد الكيمتريل ده الطياره لو هي رشت كيمتريل او حطته في الغاز او حطته في بتاع هيبان على المحركات بتاعتها وهيبان على الطياره ولا ما يبانش؟ اكيد في هحط ماده تبين لي كان في كيمتريل ولا لا. اكيد اقدر اعرف الطياره دي رشت كيمتريل ولا لا. مش حليب كلب يشمها, انما اكيد ان انا في مواد معينه تقول لي لو انا من عند المحركات. ما هو هيطلعها منين غير من المحركات؟ يعني بيطلع مع المحرك, يعني محطوط مع البتاع ده مثلا, او لايس في حته في الطياره بيطلع منها. انا اعتقد بيطلع مع المحرك محطوط في بصوره او باخرى. اكيد نقدر نعرف ليه الطياره اللي بتعملش دي. نمسك الطيار بالطياره نولع فيهم ليه؟ طيب انا من خلال حضرتك, هل احنا بنقدر نعمل ده؟ طب هقول لحضرتك حاجه. انا بعتقد طبعا احنا ما عندناش فكره عن المساله. لا هقول لحضرتك حاجه. اولا اللي انا بقوله ان مصر غرقنا, القاهره غرقنا كيمتريل. هي طبعا غير انا من زمان, بس الفتره اللي فاتت في كثافه خلت الواحد يستعجب وكل الناس تعبانه وحتى الجو باين علينا كل الناس معيانه. انا دلوقتي بوصل من خلال حضرتك بلغ وكل المتخصصين مصورين ليه, لان الكيمتريل ده فيه اللي هو الومنيوم دايكسايد, فيه اكسيدات الومنيوم, فيه كذا. ففي بعض التصوير باشعه معينه بيبين حتما وجود الكيمتريل, غير الخطوط يعني اللي احنا بنشوفها دي, بيبين حتما وجود الكيمتريل. القاهره غرقانه كيمتريل. انا دلوقتي بوجه من خلال حضرتك للمسؤولين وضحوا لنا. انا شفت طيارات مدنيه بترش كيمتريل وغيري ومليون حد. ولو دخلت حضرتك اليوتيوب هتلاقي ادخلوا على كيمتريل ان ايجيبت, كيمتريل ان ايجيبت او كيمتريل ان كايرو, هتلاقي عشرات الناس اللي مصورينه وفي بيوت عشوائيه وفي بيوت كذا وفي بيوت كذا. مصريين يعني في مصريين عارفين الموضوع. ايوه في كتير مصورينه. ده غير المراكز الناس اللي محاصره الاتحاد, غير المراكز البحثيه اللي مصوراه. فانا دلوقتي يعني انا مش فاهمه كيف لا يتم في الدوله يعني ان حاجه زي دي موجوده منذ سنوات لا يتم التحدث فيها, لا يتم مناقشتها. طب انا افهم ان الكلام ده النظام اللي كان اصحاب امريكا وبتاع ده, طب افهم لغايه دلوقتي ده مستمر ازاي؟ وللاسف بقى اخطر. احنا دلوقتي بقى عيني عينك. يعني هو كان زمان بترشف طيارات نفاثه على ارتفاعات عاليه, دلوقتي الطيارات المدنيه طالعه بيه. انا شفت طيارات مدنيه طالعه بيه وغيري, ومتصور في مليون فيديو طيارات مدنيه طالعه بيه فوق القاهره. طبعا يعني ايه؟ يعني طالعه بترشوا على ارتفاعات منخفضه, على ارتفاع يعني طيارات مدنيه. يعني ايه طيارات ركاب ولا قصدك حاجه ثانيه؟ ايوه مش طياره حربيه ولا طياره يعني مش طياره حربيه. مش طياره حربيه خلاص. يعني طيارات ركاب زي الطيارات يعني اير فرانس مش عارف ايه. أيوة مصر الطيران. ايوه هل مصر الطيران مثلا فيهم مثلا؟ لا 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 مش مصر الطيران. انا لما سالت في الموضوع ده قال لي يعني, بس اتقال لي طبعا مش يعني مش متخصص قوي بس في جهه امنيه, قال لي ما هي المشكله احنا بنشوف الحاجات دي لكن عشان تيجي تتصرف معاهم هيعملوا لنا مشكله دوليه. ايه دوليه؟ ده انا في المطار مفيش قانون في البلد ان هو يعني احنا هم عايزين قوانين ملزمه بالتفتيش عن ايه مصادر دوت, عن طريقه وقف اللي بيحصل دوت, عن الكشف عنه, عن توعيه الناس, عن مناقشه دوت. طيب خلينا دكتوره نتكلم في حكايه توعيه الناس. الناس نعمل ايه دلوقتي في المصيبه؟ يعني احنا اولا مش عارفين اللي بترش علينا نوع ايه. يعني هو ده اللي بيدمنا انفلونزا ولا اللي بيموتنا ولا اللي بيعمل لنا هطله ولا بيخلينا نعمل مظاهرات ولا بيخلينا احنا نروح نحصر المحكمه الدستوريه؟ انا مش عارف الحقيقه ايه. انا عايز اقولها على حاجه. ايه اللي خلاني بقى افتح الموضوع ده؟ انا عارف. اللي خلاني افتح الموضوع دوت في موضوع السيطره العقليه, ان نرجع تاني للجسيمات اللي هي بتاعه النانو اللي اتكلمت عليها دي. من احد بقى اللي انا يهمني في النقطه دي, طبعا زي ما قلت تصيب بالمرض اللي هو عايزه, تاثر بالكامل على جهازك العصبي, تاثر بالكامل على اصابتك بالامراض, تاثر على كده. لكن انا بقى اللي يهمني في الجزئيه دي ايه, ان تم ادخال شرائح معدنيه بتكنولوجيا النينو بالبارتكلز دي اللي بتبقى مضغوطه في الكيمتريل وتنزل تدخل اجسام البشر, ان دي بتتيح ان من خلال كمان هو مستخدم هارب عليك
يعني سلاح حرب ده اللي احنا قلنا اللي اتكلمنا فيه المفرد. ممكن نجيب مثلا صورة بعد اذنكم اللي هو سلاح مثلا حرب عشان نفكر الناس بيه. سلاح حرب ده اللي هو اللي قلنا عليه في ألاسكا ومعمول له من احد امكانياته ان هو يضرب بالزلازل، من احد امكانياته ان هو يعمل عصير مدمرة بتاع. لا موجود في ألاسكا. بس له 8 مراكز حوالين العالم لدرجة بقى له مركز بحري متحرك. يعني مثلا اللي تحت ده مركز بحري متحرك عشان لما استخدم على اليابان هارب في انه يجعل زلزال اليابان كارثي كانوا عملوا له مركز متحرك بحري عشان يبقى تقوية لي. هارب ده على فكرة بينشئ مثلا 3.9 مليون وات، يعني ما يعادل مثلا مليون قنبلة ذرية، يعني ممكن قدرته توصل لمليون قنبلة ذرية واكتر. انا عايز اعرف الامريكان عايزين ايه؟ ما انا هقولها لك بس انا عشان برضو الناس ما تضيعش مني، وهو حاسه الناس ضاعت كفايه، بس هو الموضوع معقد بس انا بحاول ان انا ابسطه لان الجزئيه دي مهمه جدا. لما اتكلمنا في المره اللي فاتت ان من احد اهداف هارب دوت ها السيطره العقليه. السيطره العقليه دي بقى يعني عايزه الناس يعني اللي هي الحاجات اللي بتتحط في النانو ده بس الشرايح المعدنيه دي. يعني انا بس عايزه اشرح الاول الجزئيه الخاصه بهارب وبعدين نربطهم بقى الاثنين مع بعض نربطهم. لكن من احد خواص هارب هو السيطرة العقلية عبر الماجناتيك فيلد أو المجالات المغناطيسية وعبر الموجات اللي هي المايكروويف. يعني إيه مثلا حد يسأل يعني إيه نعمل سيطرة عقلية عبر موجات المايكروويف؟ دي تجارب معمولة من العشرينات اكتشف فيها إن الموجات كان في مايكروويف في العشرينيات كان في موجات ماجناتيك فيلد. أي تيار كهربي أي كهرباء بيصدر عنها ماجناتيك فيلد، بيصدر عنها مجالات مغناطيسية. مجال مغناطيسي. تستهدف بقى بيم، ممكن انت تستهدف بموجات مجالات مغناطيسيه تتحكم في ترددها، تتحكم في شكلها. يعني في مجالات مغناطيسيه مثلا قصيره، في مجالات مغناطيسيه اللي هي بتبقى بلسيتنج اللي هي الكبيره دي، في مجالات تبقى حاده. يعني انت سهل جدا ان انت تتحكم في المجالات المغناطيسيه بالطول بتاعها. اتحكمنا فيها بنوجهها. عايز اقول حاجه ان هم اكتشفوا من بدايه العشرينات ان المجالات المغناطيسية بتأثر على حالة الأفراد، ده غير بقى انها ممكن لوحدها بتصيب بكم رهيب من الأمراض، من احدها الكانسر، من احدها تكوين اللي هي malignant tumors او اللي هي الأورام السرطانية، من احدها السيطرة على العقول، من احدها ان الجسم بيمتصها والعقل بيستوعبها كصوت داخلي. يعني بتيجي عن طريق الجلد، بتخترق الجلد والعقل يعني في موجات محددة العقل بيفسرها عن طريق أوامر داخلية، عندها قدرة على الدخول على جهازك العصبي. وعلى فكرة يعني معلش أنا المجال ده مجالي، يعني أنا متخصصة فيه مثلا بقالي 20 سنة. كان اللي هو مجال المجالات المغناطيسية ومجال التأثيرات البيولوجية بتاعت المجالات المغناطيسية. احنا لمدة مثلا 10 سنين انا كنت بتحارب، انا كنت مثلا بناقش بيبرز في برا ويعني في كذا بلد برا، وليه بيبرز معروفة يعني ليه منشورات علمية في مؤتمرات علمية كبيرة. وهنا كنت بتحارب في المجال ده جدا ان هو يقولك لا المجال المغناطيسي يقولك لا هو بروموتر نوت انشيتور، يعني ان هو ما بينشئش السرطان لكن لو في الطفره ديت بيؤدي لاظهاره وان هو يتقاسم بطريقه كبيره. ده غير بقى ان هو له هو المسؤول برضه هو يعني مسؤول عن امراض كتير جدا من ضمنها طيب. اللوكيميا من ضمنها الكذا. طيب هم دلوقتي عاملين امراض كثيره جدا دلوقتي هكمل بس النقطه دي. ما عشان لكن انت هو بتخش في حالات ما انا عشان الناس اللي هي مثلا انت بتتوهيهم يا دكتور. خلينا في الموضوع اللي احنا بس ماشيين فيه. أيوة. كيمتريل وبعدين دخلنا في النانو بس عايزين نخلص مع انا عايز اربط بين المجالات المغناطيسيه من هارب وبين طيب. الجسيمات. اتفضلي بقى ما تخشش يعني في حاجه ثالثه بقى. ايوه ما انا ما دخلت انت يعني دخلتي قلتي انا بفهم الناس عشان في الاخر هربطهم ببعض. ما انا لو تهتي يبقى الناس تاهت. ما انا قاعد مركز معاكي فبتوه، فلما بتوه اكيد اللي قاعدين برضو تاهوا اللي وقع من على الكرسي واللي كده، فخليكي مركزه معايا. طيب يبقى انا عايز اقول على حاجه ان الماجناتيك فيلدز او المجالات المغناطيسيه قادره على التحكم في الجسد البشري بكذا حاجه. هي قادره على احداث الامراض، قادره على السيطره العقليه، قادره على اعطاء اوامر داخليه بالتوجيه، قادره على انك يعني ممكن تقلب حياتك جحيم. يعني دي لوحدها سلاح المجالات المغناطيسيه. المجال المغناطيسي دي تقدر تمشي قد ايه؟
اصفرها قد ايه بقى ديت؟ انت ممكن تتحكم في فرد على بعد الاف الكيلومترات. يا دي النيله السوداء. هقول بقى لحضرتك بقى يعني انا عايزه بس حضرتك تركز معايا عشان لسه انا مركز اهو. هدخل برضو في جزئيه اهم فمش عايزه الناس تفقد ال هم لو حد واخد باله مننا من هناك هيقلبونا واحنا قاعدين هنا دلوقتي واحنا ما دام سالتك الاف الكيلومترات. انت يعني هوضح للناس ازاي دلوقتي في امكانيه ان انت تسيطر على حد عبر الاف الكيلومترات. بس الاول عشان ما الناس ما تتوهش احنا شرحنا موضوع البارتكلز اللي هي بتاعت النانو تكنولوجي. كيف يدخل بقى هذا التكنيك اللي هو البارتكلز اللي ترشت في الكيمترال؟ هو كان في حته في الفيلم يعني كان نفسي الناس تشوفها ان ازاي هو الكيمترال بقى نازل على الناس ان ده بيخترق الجلد ازاي وبيدخل. طيب خلاص اخترق. ايه بقى حاطط انا حاطط فيه حاجه معدن روش بالظبط. المعدن ده بقى بيتيح لي ايه؟ ان انا عندي منظومه هرب مشغلها عايز اشغلها للتحكم العقلي على حد في مصر. انا في امريكا وعايز اتحكم في واحد في مصر ومتانا مشغل هرب. وهنتكلم ازاي عن طريقه منظومه اقمار صناعيه لسه هنتكلم عليها ازاي انا ممكن اتحكم داخل بلد اخر على بعد الاف الكيلومترات سواء في تجمعات سواء في شخص داخل منزله داخل مؤسسه حاكمه داخل كذا داخل كذا داخل كذا. ممكن اتحكم في شخص معين وممكن اتحكم في سلوك افراد ممكن اتحكم في سلوك كذا. انا ممكن اعمل كده من غير البارتكلز بتاعت النينو وهشرح ازاي. بس البارتكلز بتاعت النينو دي بقى بتساعد السيطره العقليه الكامله لدرجه انك انت تتحكم عصبيا كاملا في هذا الشخص بعينه او في يعني لو في تجمع مظاهره بتاع اقدر اخليهم في ثانيه يهيلوا كلهم يضربوا بعض كلهم لدرجه ان انت ممكن عن طريق اللي انت يعني دي عايزه اصلا دي عايزه موال ان احنا نشرحها يعني دي عايزه كذا ساعه عشان ادي نماذج كتير لشرحها. بس باختصار ان على حسب الهدف اللي انا عامل منه البارتكلز دي بحدد انا بقى هيتم السيطره دي. فانا ممكن احول حد لانه يكون انتحاري في اي وقت. انا ممكن احول حد لانه يكون روح هاجم كذا روح اعمل كذا وهو مش عارف ان هو مسيطر عليه تماما. لهذه القدر وصلت هذه التقنيه من السيطره ولازم الناس اي حد مش مصدق او اي حد كذا انا بدعو كل الباحثين طيب ان هم يطلعوا يتكلموا في داعيه علميه. ولاء صلاح بتقول ممكن نعرف اسم الصفحه للدكتوره مايا على الفيسبوك؟ هو يعني انا هبقى اديهم صفحه انا بنزل بنشر فيها مواضيع وبنشر في كذا موقع. هم عايزين اسمها هم هيعرفوا يخشوا على الصفحه زي من غير ما يعرفوا اسمها؟ لان انا مش بنشر على صفحتي انا بيني وبين حضرتك. طب يعرفوا ازاي؟ طيب انا يعني انا ممكن ان انا ارسلها اقول لها لاني انا طيب. في حاجات عامله مشاكل معايا يعني في انا طيب ماشي. في حرب بتتعمل معايا فانا طيب مش عارف. طيب يبقى على الجروب بتاع البرنامج عشان يمسكونا كلنا ان شاء الله. شريف احمد بيقول يا استاذ ابراهيم غاز الكيمتريل بيترش في سماء مصر بكثره وشفته في السنين الاخيره بكثره وفي الايام القليله الماضيه. ايه حكايه القصه ديت؟ ما احنا ده الموال يا عم شريف اللي بنتكلم فيه. حكايه ايه؟ قالوا احنا عمالين ايه نحاصر الاتحاديه ونحاصر الدستوريه وعمالين بنتخانق في خناقات قد كده مش قادرين نتفق على دستور مش قادرين نتوافق على حاجه واحنا حقل تجارب شوفي من سنين قد ايه واحنا متسابين كده حقل تجارب. مصر متسابه حقل تجارب ازاي غاز بتاع ده بيرش فينا؟ ما تقولش احنا غيط قطن. يا ريت انا شفت الطيارات بس بترش القطن بالتكسفين والبتاع ده هو احنا ما حصلناش ده. لا وللاسف ان انا بقول يعني مصر اليومين اللي فاتوا بالذات غرقانة كيمتريل يعني هي كان على طول طبعا اكيد البتاع اللي بيهيل الناس ما ده احنا مش طايقين بعض كلنا غرقانة كيمتريل ما هي ما حدش طايق التاني ما هو ده باين اهو يعني اي حد بيبص ويوميا يعني دي حاجه فضيحه يعني. محمد رمضان بيقول يا دكتوره ركزي الله يكرمك الموضوع شيق بس الدكتوره مش شاطره في التواصل. لا هي شاطره في التواصل بس الموضوع كبير جدا والله انا بحاول ابسطه وهي المشكله ان انا بحاول ابسط وعايز ادخل اكبر حاجه لان لسه هتكلم على موضوع كمين. طيب اصل برضه عماد الدين بيقول استاذ انا لا بقول قرب من الضيفه كريمه التركيز على موضوع واحد وان تكون المعلمات موثقه بالادله العقليه والعلميه والوقائيه. انا مش عارف يا عماد يعني ده كل ده من يا استاذ عماد انا ممكن اديك حاجات كارثيه لو انت عايز تدخل في الموضوع ممكن انزل لك اللينكات كامله بكل الوثائق الرسميه وبكل خلاص المعلومات خلاص بنزليها على بتاع اللي عندنا لان هي طبعا لا يمكن وقت الحلقه يتيح. طيب خلاص على صفحه البرنامج عشان عماد. هو كان بيسالك انت خريجه كليه ايه؟ انا هندسه.
هندسه، انما انت متخصصه في الميدانات المغناطيسيه والحاجات دي. بعد ما اتخرجت انا بقالي 22 سنه في المجال اللي هو التقنيات الماجنتيك فيلدز والتاثيرات البيولوجيه بتاعه ماجنتيك فيلدز، ونشر حاجات كتير بره وعامله فيها شغل جامد يعني. طيب خلينا دلوقتي ده رساله ثانيه. طيب دكتور احنا وصلنا لغايه فين؟ احنا وصلنا لجزئيه عشان يعني مهم ان احنا بس الناس تكون مستوعبه ده. يعني انا طبعا يعني برجو ان انتم تعذروني ان انا في برانش معقد جدا عشان الواحد يبسطه للناس، ان هو يقوله في كلمتين يعني ممكن يبان للناس ان هو صعب، بس انا بحاول ان انا ابسطه ان انت على الاقل تعرف ان في دلوقتي. طيب عشان نبسطه بص يا دكتوره خلينا ماشيين في حاجه، يعني احنا خلينا دلوقتي في الكيمتريل المصيبه السوداء اللي احنا حقل تدرب ليه ده بترش علينا ده. تعرف حضرتك هو ده اللي علاقه بقى انا وانا شاعر. عارف ايه حضرتك مثلا الصعوبه في الجزئيه دي؟ ان انا بحاول ابسطها ان نفسي الناس تفهم ان الاسلحه الاساسيه بتاعه السيطره على العقول متداخله مع بعضها، زائد ان داخل معاها، وارجو الناس تركز في الحته دي، ان داخل معاها تقنيات التفكيك الذهني اللي اتكلمنا عليها في طيب. اول الحلقه. طيب يعني طيب انا عشان خاطر نوصل عشان نقف عند حته طيب. نبتدي بعد الفصل منها يعني أوكي. احنا دلوقتي بنتكلم ان السيطره على العقول دي حدوته كبيره جدا. الكيمتريل ده غاز كان بترش لاسباب كثيره، يعني هم بيموتوا أيوه في الناس كده وبتاع، فاكتشفوا انهم يقدروا يستخدموا في الكيمتريل اللي بترش ده حاجات تساعد تخلي تخدم فكره السيطره على العقول بالزبط. وتفكيك العقلي وتعمل حاجه من غير بقى ما ايه ما يضطر يمسك واحد ويسجنه ويعمله ولا ويستخدمه. اصبح النهارده استخدم الكيمتريل، فاصبح النهارده بلد بحالها ممكن يسيطر عليها. واضح انا في هذا كده؟ طيب ازاي يعني انا مش هقول ازاي ايه، عايزين نعرف بقيه المعلومات من غير ما نخش دلوقتي. عرفنا ان الكيمتريل اللي ممكن بتحط حاجات النانو اللي هو صغير ده، يا رب اخونا دكتور زويل بتاع النانو ده يقول لنا ايه اللي بتعمل فيه. لا انا عايزه برضه هتكلم على حاجه في ان شاء الله بعد الفاصل، حاجه مهمه جدا. طيب خلينا بقى الحاجه المهمه بس قبل ما نطلع الفاصل، عايزين نروح بقى للاتحاديه. المتظاهرين يحطون الاتحاديه من جميع الجهات. اكتمل حصار قصر الاتحاديه الرئاسه بعد ان حطم المتظاهرون جميع بوابات القصر من كل النواحي بلا استثناء في ظل غياب تام لقوات الشرطه. في التحرير في ناس بيبتدوا ينقلوا خيام عشان يروحوا على الاتحاديه، وده يبقى كده في ناس هتعتصم هناك، بعض خيام هناك محيط الاتحاديه. الذي يشهد الان مظاهره حشيد الاحتلال الاعلان الدستوري الدكتور ممدوح حمزه الناشط السياسي قال انه يقوم الان بتحضير ثمن خيام للمتظاهرين الذين قرروا الاعتصام من قصر الاتحاديه، فيما اكد شهود عيان انه يجري الان نقل مجموعه من خيام الاعتصام في التحرير الى منطقه الاتحاديه. ده الموقف هناك. احنا دي الصوره لسه دي على الهواء دلوقتي من هناك. الاعداد بتزيد ما بتقلش، وفي كلام دلوقتي ان هيحدث اعتصام. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الله اعلم. اطلعي فاصل يا ست الحاجه. طيب دلوقتي يا دكتوره عشان ان يعني انا خلاص عرفنا ان احنا من سنين طويله وان احنا حقل تجارب لكيمتريل ومش كيمتريل، وحقل تجارب لاشياء كثيره جدا. انا
عشان في الموضوعات حسب ما فهمت من حضرتك سواء واحنا بنتكلم او سواء في فتره الاستراحه اللي فاتت ديت ان كل حاجه مرتبطه بالتانيه. انا مش عايز اركب حاجه على حاجه ومش عايزين نحط موضوع تاني لي. بس خلينا نتكلم واحده واحده لان احنا ايه في حاله صدمه. في جزء كبير مننا في حاله صدمه لان احنا معنى كده ان طب احنا بنتكلم في ايه؟ معنى كده احنا بنتكلم في ايه؟ اذا كان احنا قاعدين في بلدنا وتيجي طياره ترش رش علينا اللي هيموت يموت واللي هيتعامل لعينه واللي ممكن يتهطل في دماغه يتهطل ممكن النهارده بيأثر علينا من بعيد يخلينا كلنا معصبيين ممكن يأثر فبقى في توليع عام وده علم لغايه ما نوصل. حضرتك قلت انك متخصصه في هذا المجال من 22 سنه. أيوه. ليكي ابحاث بره طيب ودراسي طب هنعرف ده السؤال الثاني ان احنا عايزين نعرف انت كنت برضو بتقولي ان في شرائح بتتركب وفي 2 مليار حاطينها في جلدهم يعني ما زالوا انا مضحوك عليهم بس يعني هنتكلم في دي الاول ولا نتكلم في مشروع الجن الفضائي لا خلينا في دول خلينا في دول بس الاول قولي لي في الدراسه بتاعت حضرتك عامله ابحاث انت بتقولي بقالك 22 سنه ومتخرجه وعامله ابحاث بره في الحاجات دي كلها ايوه ابحاث في ايه وفين وانا اصلا انا يعني مش داخله في ده كناحيه بحثيه بس انا ليا تجارب خاصه بس انا تجاربي الخاصه متشابكه مع التقنيات الحديثه اللي باستخدام الماجنتيك فيلد او باستخدام المجالات المغناطيسيه فانا ده المجال ده انا عارفاه كويس الجزء بقى الشق اللي هو التاثيرات البيولوجيه بتاعه الماجنتيك فيلد دي كانت من الشكوك المهمه في اي باحث بخصوص الموجات المغناطيسيه وتقنياتها لان طبعا هي تعتبر من اسلحه الدمار الشامل يعني لازم نعرف ان الماجنتيك فيلد سلاح زي هارب سلاح زي الاسلحه اللي هي مستخدمه حاليا دي من اسلحه الدمار الشامل يعني زي ما قلت هارب من سنوات كمان قبل التطور الرهيب الاخير بتاعه يعادل مليون قنبله ذريه يعني حضرتك عارف يعني ايه سلاح يعادل مليون قنبله ذريه لكن احنا دلوقتي احنا بنوحد الكلام في الكلام على السيطره العقليه عشان كده مش عايزه يعني انا لما بذكر هارب او بذكر الكيمترال او بذكر دلوقتي هنذكر مشروع الجن الفضائي ومشروع الرفايد شيب اللي هي شرائح التحكم انا اللي يهمني ده كله اللي هو الموضوع بتاع النهارده ان انا صب في الحاجه الواحده تقنيات السيطره على العقول طيب. وكيف تستحوذ طب انا في سؤال اللي هو خالد عزمي بيقول لي اذا كان من السهل التحكم في العقول من خلال رش الكيمتريلا تحكمت امريكا واسرائيل في عقول الفلسطينيين تنازل عن اراضيهم ولا تحكمت امريكا في عقول باقي الدول اللي هيمنه على العالم لا والله يا عم خالد انا عايز اقول لك هم مسيطرين عليهم وخلوهم يتقسموا يعني ليه ما حسبتهاش كده وفي حد يقول ان الفلسطينيين يبقوا دولتين واتنين متخانقين واخدين اسرى من بعض فتح وحماس ربما يكون ان هذا الموضوع من ده وبعدين هو مش هتحكم على كل الشعب وممكن يتحكم في قيادات وبعدين احنا هنقعد كل حاجه بنرفضها وننكرها والكلام ده الكلام ده كله موجود وانا مناقشاتي مع والكلام ده كله انا عشان احاول هو في نقطه كمان في الحته دي اولا انت بتقود هذه الحروب بحيث تبان ان هي بطريقه طبيعيه زاد انت يخصك فيها برضو حاجتين ان انت مش عايز تتحكم على طول انت عايز تقود حروب اللي هي تؤدي لتشاحن عشان ده هيعود عليك باموال يعني عايز افهم الناس اللي دايما تسال السؤال ده ان امريكا 80% يا جماعه او 85% من الاقتصاد الامريكي سلاح. مبني على السلاح تاني حاجه ان هم محتاجين جدا البلاك بادجت الداخلي اللي هو بيقتل العصابات المسلحه عن طريق تجاره المخدرات عن طريق الاموال المسلوبه عن طريق الاموال المنهوبه عن طريق كذا عن طريق كذا عن طريق السطو على موارد الدول فهو الموضوع بالنسبه لهم تحريك للحروب الداخليه تحريك لمجريات الامور تحريك لكذا لانك انت عندك المخطط الاساسي بتاعك له نقاط انت بتوصل لها بطرق متعدده خطو ضمن خطو. الطرق دي حروب الاباده انت عايز قبل ما توصل للنظام العالمي زي ما قلنا وادخلوا يا جماعه على لجنه الخطر الداهم شوفوا الكلام بقوله شوفوا التوصيات الرسميه يخشوا ازاي على لجنه الخطر الداهم دي موجوده على لجنه إيه؟ الخطر الداهم يكتبوا لجنه الخطر الداهم بس هيلاقوا ويشوفوا حروب الاباده ويشوفوا تفاصيل حروب الاباده ولها تفاصيل كتير جدا وللاسف ان ممكن تلاقوها في مواقع اجنبيه مش مترجمه العربيه لكن ممكن ان انتم بسهوله ان انتم ترجموها طب ممكن تبقى تحط كل موقع دي على الصفحه على صفحه البرنامج عشان الناس نخش ونتكلم من ده ان شاء الله لكن هو باختصار ان هم عايزين قبل وافتكروا الموضوع ده كويس ان عايزين قبل اقامه النظام العالمي الجديد ان يوصلوا لنظريه المليار الذهبي ان سكان الارض هيباد وممكن تدخلوا على فكره هتلاقوا برضو 1000 فيديو موجود على اليوتيوب عن مخطط الابادات انك انت هتبيد اكتر من 80% يخش على ايه على ايه عشان يلاقي الفيديو تيوب على مثلا الالوميناتي اجندا بالراحه يا دكتور ان هم اجنده الالوميناتي لاباده 80 من 80 90% من سكان الارض اسمها كده اجنده وداخل فيها الاجنده 21 برضو
اجنده 21 دي معلنه ورسميه. طب استسمحك ان النهارده ان شاء الله قبل ما تنامي تحط على صفحه البرنامج ومع عمرو الاي تي بتاع البرنامج تتفق مع يعني يقول لك انت عارفين بقى ان شاء الله بحيث احط كل الفيديوهات ده عشان ايه ده وايه وده بتاع ايه عشان الناس تشوف بالظبط. ولو ما كانش على بكره بالكتير عشان انا هدخل برده في يعني هروح في الحته اللي فيها المشاكل دي كلها. طيب فالنقطه بقى دلوقتي عايزه برده ادي لمحه. احنا في الجزء اللي قبل الفاصل اتكلمنا على موضوع اللي عايزاكم تفهموه كويس ان دي حاجة كارثية جديدة محدش اتكلم فيها في الدول العربية، اللي هو استخدام النانو كتقنيات هجوم على الافراد بادخاله مع الكيمترال وبادخاله كعامل مساعد لتحكم جهاز هرب في السيطرة التامة على العقول والافراد والاستحواذ. طيب. ماشي. النقطة اللي بدي. ماشي اوكي يعني خلاص فهمنا دي. في بقى نقطة قبل ما ندخل في حاجة كمان، ان من حوالي سنتين ونص ثلاث سنين كان في مشروع ده وافق عليه رسميا الكونجرس الامريكي اسمه مشروع الجن الفضائي. مشروع الجن الفضائي ده عبارة عن ايه؟ اسمه ايه ما هو بالعربي اسمه الجن الفضائي. لا اسمه هو مش فاكرة the genies satellites group او بتاع، بس انا فاكرة ان هو الجن الفضائي بس انا معايا فيديوز بيه يعني. النقطة بقى ايه مشروع الجن الفضائي ده؟ ان نفس اللي احنا اتكلمنا من شوية عليه على هارب اللي هو استخدام الموجات. ايوه ما هي نظرية واحدة، هي طيب. نظرية واحدة واخدة عدة اشكال من الاسلحة بس سيبينا يعني من هارب دلوقتي. ايوه طب حضرتك سامحني، هي نظرية واحدة واخدة عدة اشكال من الاسلحة مختلفة القدرات. نظرية انك انت تارجتينج او بتستهدف اشخاص بالمجالات المغناطيسية، بتستهدف اشخاص بالموجات المايكروويف اللي هي قادرة على حاجات كتير. فده زي ما قلنا بيؤديها هارب، بيؤديها برضو اسلحة غير هارب. وعلى فكرة منهم سلاح الاشخاص اللي انا بستهدفهم دول لازم اكون انا حطيت له نانو في جسمه. لا مش شرط، دي بقى بتزود بقى التحكم بطريقة دقيقة جدا. طب ممكن من غيره. طب الشخص العادي ده الشخص العادي ممكن بهارب عن طريق منظومة الاقمار الصناعية اللي احنا بنتكلم عليها. هيروح له ازاي؟ هيروح له ازاي؟ ده هي بتدخل الاقمار الصناعيه دي بتدخل بتستغل حاجه في الجسم اللي هي الاشعه تحت الحمراء الصادره من الجسم، والاشعه تحت الحمراء ليها ترددات معينه الصادره من المخ، هي بتدخل على ده وبتجيب بصمه الشخص الذاتيه. يعني اذا الشخص اللي عايزينه دول بيبقى عارفين عنه حاجات بالزبط. عندهم معلومات عنه، بصمه ذاتيه له، يعني هم عارفين له رايح له بالظبط، مش اي حد يعني مش هيروح لعلان فلان مش هيروح له يعني. طيب ماشي. طيب طالما حضرتك سألت السؤال ده هتكلم على قدرات الأقمار الصناعية يا جماعة، برضو ده من الحاجات اللي هي يعني احنا نرجع تاني ما تاخدناش في السكة نرجع المشروع بتاع أمريكا كان بعد ما وصلت قدرات الأقمار الصناعية انها برضو تبقى بدل ما انت مثلا بتشغل هارب عشان تعمل تارجتينج او تعمل استهداف لحاجة على بعد الاف الكيلومترات، فانت بتقوم زي ما قلنا هارب بيقوم مسخن طبقة الأيونوسفير، يعني بيسخن طبقة بعد الأوزون، وبيقوم على حسب بقى الاستخدام اللي انت عايز تستخدمه ان انت تعمل تارجتينج للمنطقة ديت او لشخص معين. باستخدام بقى الأقمار الصناعية ممكن تستهدف شخص محدد انت واخد بصمة الأشعة تحت الحمراء بتاعت مخه اللي هو بيبقى زي رسم مخه كده، ممكن الأقمار الصناعية قادرة ان هي تعمل بصمتك. بيعرفوا البصمة دي منين؟ ما هم بيدخلوا على شخص محدد. لا يعني انا لا ما هو مش هيخش على شخص، هيدخل على شخص مسؤول يعني له قيمه له وزن بتاع الشخص ده بيبقى مثلا تحت ايديهم فعملوا له اشعه ولا عملوا له تحليل دم. لا ولا هو خدوا مثلا منه في الاول قبل ما ياخد البصمه بتاعتك بيبقى عارف مكان وجودك او تواجدك قبل استهدافك في الاول. وممكن انت مثلا انت سافرت، اصل دي ممكن تحصل من طريقه انت سافرت هنا. انا اقصد هو بيعرفوها ازاي البصمه، بياخدوها ازاي من اشعه ولا من تحليل يعني من دم ولا من اشعه ولا من لا إيه؟ لا لا ممكن تحليل عن بعد، ممكن تحليل عن بعد. ازاي يعني تحليل عن بعد؟ لانك انت ليك بصمه في الاشعه، انت ليك بصمه خاصه في الاشعه تحت الحمراء اللي خارجه. يا ستي ما هيعرفوا ازاي الاشعه الحمراء بتاعتي يعني هيبعت عن بعد يعرفها كمان؟ ايوه دي بتحصل لها تحليل عن بعد على فكره، ممكن تحصل لها يتعمل لك انت بصمه وبيتعمل لك ملف عن طريق اقمار صناعيه، واللي مش ولا على فكره اللي مش واصل. ايوه انا في القاهره انا لو عايزين يعملوا لي انا محصور في 18 مليون هيجيبوني ازاي؟
هيجيبني انا من 18 مليون ازاي؟ لا دي بيجيبك بطريقه سهله، لان احنا من حوالي مثلا من 20 سنه الاقمار الصناعيه قدر ان هي تجيب صوره ثلاثيه بتدخل لك كمان داخل البيت، يعني بتكشف البيت من الداخل، بتجيب بصمتك الـ يعني انت ليك كذا بصمه، ليك عن طريق الاشعه الحمراء، بصمة حرارية، بصمة بتاعت الأشعة الحمراء اللي هي خارجة من نشاطك العقلي، دي بصمة شخصية بيك على فكرة، بتعمل لك ملف بيها. وفي مرة بس انت، انا عارف ان حضرتك نرفز عليها، وقلت لك ان في مرة هنبقى نمسك الموضوع ده عشان نعرف ايه هو سلاح إشلون، لان سلاح إشلون ده مصيبة. يا نهار اسود، مش هنخش في حاجة تانية والنبي يا دكتورة ربنا يخليك. طيب عايزين دلوقتي نمسك حاجة مهمة جدا. قدرات الأقمار الصناعية من فترة كبيرة توصلت ان هي تستخدم نفس فكرة الاستهداف بالموجات المغناطيسية ونفس فكرة الاستهداف بالموجات المايكروويف، وتضيف عليها كمان أسلحة بلازما. سيد بلازما برضو كل البرانش ده اسمه الأسلحة النظيفة، أسلحة الدمار الشامل النظيفة اللي انت لا يمكن تمسكها عليهم، لا يمكن تقبض عليها. لا يعني ان انت ما تعرفش تقبض على حد، انت هرب عمال يشتغل عندك كل يوم وما تقدرش تقبض على حد وهو مع سلاح، عشان احنا مش كويسين، ما تقدرش تحصره، ما تقدرش كذا. فهي تقع تحت مسميات اسلحة الدمار الشامل، تقع تحت مسمى اسلحة الدمار الشامل النظيفة. فدلوقتي القدرات بتاعت الأقمار الصناعية دي استقلت في مشروع كان اسمه مشروع الجن الفضائي. مشروع الجن الفضائي ده بقى عبارة عن ايه؟ طب ناخد التليفون ده ونشوف كده. عزيزي اتفضل. استاذ هشام. السلام عليكم. استاذ هشام. استاذ ابراهيم السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. هو انا طبعا برحب بالدكتورة اللي مع حضرتك، انا كان ليه استفسار. استفسر. الله يخليك. هو لو كان الغرب يعني وصلوا لهذه التقنيات، ليه ما عملوش التقنيات دي لانهم يحلوا مشاكلهم؟ يعني هم عندهم نسب انتحار في اوروبا وفي امريكا، وعندهم انحراف في الاخلاقيات وكده، ليه هو ما استغلش السيطره على العقول دي في ان هو يسيطر على عقول الناس بتوعه في الاتجاه البوزيتيف يعني الايجابي؟ ليه هو وصل التقنيه دي للناحيه النيجاتيف ان هو يسيطر على الوطن العربي بهذا الشكل؟ يعني هل هو بيوهمنا بالتكنولوجيا دي؟ يعني هل هو موصل للناس ان هو وصل لتقنيات عاليه جدا انه يسيطر على العقول، وهو ما زال عنده مشاكل في عقول افراده هو شخصيا، او المواطن بتاع المواطن الغربي اللي هو الاوروبي او الامريكي؟ ممكن ارد على اتفضلي وانا هرد. طبعا السؤال ده متكرر وسؤال بديهي جدا، يعني بديهي جدا الناس تسأله وبديهي جدا الناس تسأل طب الدول دي، وانا هنا بتكلم في شق صغير على فكرة، انا بتكلم في قشور، انا بتكلمش من الواقع اللي هو الفعلي. فبديهي جدا الناس تسأل طب لو الدول دي مثلا معايا كذا، سؤال متكرر، طب ليه هي مثلا ما تعملش كذا؟ طب ليه ما سيطرتش على الدنيا؟ طب ليه سايبينا؟ طب ليه بتعمل موجات عسكرية؟ زي ما قلنا ان اولا انا عايزة افهم الناس حاجة. انت دلوقتي لما بتقول استاذ هشام في حاجة تانية، استاذ هشام خطأ. طيب ماشي اتفضل. طيب عايز افهم الناس حاجه دلوقتي، الناس مثلا اللي بتتهم اللي بيتكلم على الموضوع ده، انت بتعظم في قدرات الغرب، اوكي؟ انا عايز اقول لهم او بتعظم في قدره الشيطان او بتعظم، اولا الشيطان ده بالنسبه لقدره ربنا ده لا شيء، هباء. لكن احنا في ظل منظومه شيطانيه في المراحل النهائيه، اللي هو احنا بقى في المراحل النهائيه اللي هو عايز يسلم يعني هو عارف بقى المراحل النهائيه، والمراحل النهائيه داخلين على اكبر فتنه لم يحذر منها انبياء الله جميعا، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام وكل الرسل السابقين لما قالوا ان دي اخطر فتنه جايه على الارض، ما قالوهاش هباء. دي اخطر، يعني الارض اللي مرت بالحروب دي كلها، اللي مرت بالعمليات الشر دي كلها، دي اخطر فتنه مر على الارض. فلا تقول لي ان انا اعظم من كذا، لان انا بتكلم عنه، انا واحده شغاله فيه، انا لسه ناقل الحدث، انا واحده فاعله فيه، انا الحاجات دي انا طلعت عليها واشتغلت فيها، وما اتحدث عنه هنا هو قشور اللي هو هيستوعبها الناس، اللي للاسف الاعلام او التعليم او عدم وجود قنوات معرفيه لم تتح للشعوب العربيه انها تبقى من سنين مطلعه على الحاجات دي. فانا بقول قشور اللي هي تقدر الناس تستوعبها، هذه قشور من الحقيقه. لكن عايزه برضه اقول على حاجه، ان لازم الناس تفهم حاجه، احنا بنعتبرها عندنا عقيده، ان لا يوجد اي منظومه في الدنيا الا لو كانت المنظومه الالهيه لا يوجد لها نقاط ضعف ونقاط اختراق، ولا يوجد أي تقنية في الدنيا لا يوجد لها تقنيات مضادة. فعشان كده أنا دلوقتي لما بتكلم مثلا في حاجات حديثة أو عشان كذا، إحنا في طبقة تانية فاعلة ممكن غير ظاهرة للناس بتشتغل بس بإمكانيات ضيقة جدا في التقنيات المضادة.
احنا عايزين بقى نعلي. احنا عندنا يا جماعة على قد سوء التعليم في مصر وعلى قد الاختراق اللي حصل في مصر، احنا عندنا احسن عقول. احنا فعلا عندنا احسن عقول، يعني فعلا عندنا احسن. طيب بس عشان تبقى في الإجابة بس عشان تقولت الإجابة في الكلمة وعشان الأستاذ هشام بس أستاذ هشام اللي بيكلم، إحنا الكلام اللي بيحدث ده جزء من كلام كتير تاني اللي هو النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الجديد اللي هو مرتبط بنهاية العالم، يعني لو إحنا الأديان كلها عرفته بنهاية العالم، واللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه إحنا في فتنة كبرى، بعد الفتنة الكبرى هتيجي بقى الحدوتة الكبيرة دي كلها. وقال المسيح الدجال اللي إحنا بنقوله المسيح الدجال، هم بيقولوا عليه ملك العالم اللي حينزل، يعني هي دي الحدوتة. فعندما نكون إحنا داخلين على الفتنة الكبرى هيبقى كل حاجة شر، ما فيش حاجة خير. يعني هم لو فكروا يعملوا أي حاجة هتبقى الشر، لأن هم عايزين العالم كله يبقى مليار. ده في الإطار، يعني أرجو أن تكون الرسالة وضحت في هذا الإطار. في مين يا جبار؟ أستاذ محمد. اتفضل يا استاذ محمد. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا على استضافتك للدكتوره مايا صبحي، وانا كنت عملت مداخله مع حضرتك من يومين، وكنت علقت على الحلقه بتاعت الخميس 15/11، وقلت لحضرتك على الحاجات على فكره هي ذكرت حاجه جميله جدا انا شفتها او جبتها بمعجزه جامده جدا، يعني اللي هي علي صوتك شويه او علي لنا الصوت شويه يا اخوانا هنا. اتفضل يا استاذ محمد اتفضل. اللي هي الافلام الوثائقيه الحكومه الخفيه التي تحكم العالم. يمكن الدكتوره مايا اكيد طبعا عارفه انا بتكلم في ايه بالتحديد يعني. حضرتك طبعا يعني احنا بنشكر ضيفه حضرتك، وطبعا كان من شويه كده في جماعه في التحرير طبعا خدوا الخيام بتاعتهم وراحوا عند قصر الاتحاديه على اساس ان هم يعتصموا هناك. يعني انا حبيت بس اقول لحضرتك المعلومه ديت. اما بالنسبه للدكتوره مايا، احنا بنستاذن بس حضرتك في ان هي تكلمنا عن هارب دوت. احنا عايزين يعني نعرف الموضوع ده بتفاصيله. يعني ما هو الموضوع الحكايه انت عارف طبعا في كتلفزيون ومساحه حلقه وكلام موضوع كده، فاحنا عايزين بس الاول نقعد انا والدكتوره مايا الاول نتفق ازاي احنا نفصص الحاجات دي كلها عشان نبقى عشان الحكايه ما توش منها. ان عندها معلومات كتيره جدا وكلها لا هي كلها عشان تتكلم في معلومه لازم تتكلم على الثانيه في المساء، وبالنسبه لينا كلها حاجات جديده علينا. طب هقول لحضرتك حاجه برضو. طب عشان استاذ محمد بس في حاجه ثانيه يا استاذ محمد. هو بس ده اللي انا كنت عايز اقوله فيه. لا ما احنا ان شاء الله هتبقى معانا هي كل اسبوع ان شاء الله. يعني يا ريت يا استاذ ابراهيم. لا لغايه يعني انا يعني تخيل حضرتك يعني ربنا ان شاء الله ان شاء الله صراحه يعني احنا بنستفاد منها جامد يعني. ماشي يا استاذ محمد شكرا. طيب بس عشان ترد عشان في تليفون بس يعني. اوكي يعني شكرا طبعا للاستاذ ابراهيم. انا يعني استاذ محمد انا بالصدفه معايا يعني في فيديو ملخص لو انا عايز اتكلم عن هارب شويه. انا مش عارفه المساحه اللي فاضله قد ايه، لان في موضوع انا عايز اتكلم فيه. يعني انت فتحت موضوع القمر ودخلنا في حواديت كتير. طب نشوف استاذ محمد بقى الاسكندريه وبعدين ايه نتكلم بقى في الموضوع ده. ايوه استاذ محمد. استاذ عبد الله من الشرقيه. استاذ عبد الله. استاذ ابراهيم ازيك يا استاذ عبد الله؟ اكرمك يا فندم. انا بشكر حضرتك والله على اللقاء الجميل دوت وعلى استضافتك للدكتوره، بس كنت حضرتك بدي اسالها بس معلي حسك والنبي علمنا الصوت يا جماعه هنا. بدي اسالها بس الوقايه من اللي هو الكوموتريل دوت او المصل ايه هو اللي نعرفه يعني حضرتك؟ بس شكرا كده على حاضر. شكرا. الوقايه من اللي هو مغرقنا ده كله، الوقايه من الكوموتريل ده ايه؟ هو بصراحة الكيمترال كيمترال التقليدي يعني اتعملت له ثلاث تقنيات. التقنيات دي على فكرة تبع الجهات العسكرية فأنا غير متاح إن أتكلم عنها، إن اتعملت له ثلاث تقنيات بس اللي هو الكيمترال التقليدي اللي هو اللي خلينا كان نعتبر إنه تقليدي عشان لا اللي هو اللي كان اللي هو أبسط أنواع الكيمترال اللي هو اللي معتمد على الأكسيد الألومنيوم وأكسيد الباريوم. ده اتعمل له ثلاث تقنيات بس لازم يعني ما تستخدمش إلا إنك أنت تحمي منطقة محدودة مش على نطاق واسع. أحمي حضرتك تحمي بس ده كيمترال اللي هو بقى البدايات اللي هي القديمه قوي اللي هو الاساسي. انما بقى بعد دخول اللي هو الـ كمان ده قبل النانو اللي هي الجراثيم النشطه او الميكروبات اللي هي في حاله نشاط اللي هي مصنعه اوريدي في المختبرات دي. انا يعني في حدود علمي لا اعلم، يعني انا لا اعلم بتقنيات مضاده ليها. تاني حاجه بقى الكارثه الجديده اللي هي بتاعه جسيمات النينو دي احنا محتاجين نشتغل فيها لان دي كارثه بكل مقياس. طب احنا سيبك من نشتغل يعني دلوقتي مفيش حاجه
ما فيش حاجة. هما طبعا موضوع الماجنتيك فيلد ممكن له علاجات، لكن له علاجات بالنسبة انك تحصن، ودي يعني بتاخد تكلفة جامدة جدا، ممكن تحصن مثلا منطقة محدودة يعني برضو على فكرة بقدر امكان. مش تداي بالله انا لازم النهارده انا كبلد كمصر بقى وشعب وعايز احمي شعب، وانا ما اعرف النهارده طياره، وانا لو انا ضربت مره طياره بصاروخ والله ان شاء الله مروم كلهم. أيوة. انما انا النهارده واحنا مزرعه تجارب، ده احنا هن على نفسنا وهن على الدنيا وهن هو على الهدف. ايه الهدف ان احنا يعني عايز اقول على حاجه، ايه الهدف ان احنا بنناقش الحاجات دي؟ مش عشان نقول للناس، ما هنقول طب الناس السؤال المنطقي اللي قاله الاخ عبد الله، طب نعمل ايه بالظبط؟ احنا ليه يعني انا عايز افهم الناس بطريقه مبسطه، احنا ليه بنسير المواضيع دي في البرنامج؟ مش عشان اقعد اقول للناس خد وخاف وبتاع وانت بيتعمل فيك وبيتعمل فيك، يعني مش ده الهدف. الهدف ان اول حاجه ان المعرفه اول سبل المقاومه. يعني حضرتك مثلا يعني ليك تاريخ عسكري معروف، وعارف ان حتى في الحرب ان المعرفه والمعلومات والقدره على جمع معلومات يمثل 60% من الحرب. فالمعرفه اول سبل المقاومه. احنا عايزين نحس الباحثين اللي احنا عندنا البلد فيها ناس على فكرة، يعني الإحباط اللي جاي للشباب اللي في البلد، الـ 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 الانهزام النفسي، حالات الانهزام النفسي اللي جاي، احنا عندنا ناس من أحسن العقول، عندنا أكبر كم في العالم واخد شهادات دكتوراه واخد كذا وعامل كتب علمية ودارس ومخه زي يعني للأسف يعني سوري معلش ان انا اقولها ببلدي، الناس هنا في الداخل بتعمل بطريقة اللي هي المثل البلدي بتاع الشطرة تغزل برجل حمار. احنا ما عندناش امكانيات معامل يعني تيجي واحد على مليون من المعامل الخارجية، ما عندناش ناس تحترم العقلية اللي بتفكر وتحترم أبحاثها. في عندنا تجارة كاملة في الجامعات المصرية، ومع احترام الجميع ده موضوع لازم يصار من أكبر الفساد، اللي هو أكبر فساد من فسادات الأنظمة الحاكمة، هو الفساد اللي بيتم داخل الجامعات. أنت عندك تجارة كاملة داخل الجامعات، عندك تجارة للعقول، عندك تجارة لسلب الأشخاص وسلب فكر الحد وسلب مجهوده العلمي، أسوأ وأضل سبيلا من سلب أمواله ومن سرقة البلد ماليا. سلب العقول وسلب المجهود الشخصي بتاع الناس أفظع من سلب النقود. أنت عندك أحسن ناس علماء لو أتحت لهم منظومة، إحنا محتاجين منظومة، محتاجين منظومة، ومحتاجين إن إحنا ناخد الناس اللي عندها حالات انهزامية اللي حصلت اللي حست نتيجة للأسلوب اللي ماشي بفشل في حياتها، لما تستقطب في الخارج، ولما تستقطب في الخارج يعني هما على فكرة عندهم في الخارج لما يستقطبوا العلماء النوابغ ويعيدوا برمجتهم بحيث ان انت تبقى مرسخ للبلد اللي انت بتشتغل فيه، لما يقضوا عليك داخليا. احنا عايزين البلد تساعد طيب. ان هي تعمل منظومة طيب. تجمع فيها الناس. أنا بعتقد يعني عايزين نشتغل على التقنيات المضادة. طيب. كيمتريل ده غاز اما بينزل بيدنه بالصورة الغازية بتاعته بينزل على الارض اكيد. هو بينزل ينتشر، احنا شفناه هو بيبقى ايه مضغوط وبعدين بيقوم مثلا ماشي زي الخطوط. هو من حكمة ربنا انه ممكن يمشي وممكن تأثيره يعني الهواء بيشيله، ممكن ربنا هو برضه بيسيطر، ممكن بيبتدي بقى ينزل على المنطقة، هو برضه ممكن لما بيجي احنا عندنا برضه يعني يمكن هقول لك ايه، يمكن المداري اللي طالعه دي يمكن يكون بتموت يعني هم عاملين كيمتريل فالمداري بتموته اصلا، تموت كيمتريل اللي ممكن انا يعني هقول لك ايه. طيب في منتال بيقول مشروع هارب والتحكم في العقل ومشروع الشعاع الأزرق في الماسونية سيوحد العالم تحت ديانة موحدة وهي عبادة الدجال وسيكون بإهام الناس بأن الشعاع الأزرق ده أنا عايز يعني عايز حلقة كاملة عشان التفاصيل بتاعته مهمة جدا، بأن الدجال هو المسيح المنتظر عبر تجسيد صورة في السماء ويخاطب العالم على أن يتبعوه. ما هي دي الحاجة بقى الفتنة كلها. طب أنا ممكن معلش في الموضوع ده أنا أسفة جدا، ممكن في الموضوع ده بما ان في حد سال فيه ان افتح يعني نشوف مع بعض فيديو مهم جدا اللي هو يعني انا كنت محضره لاني كنت عايزه اتكلم عن الهولوجرام، ففيديو اسمه الهولوجرام والشعاع الازرق. الهولوجرام يعني طيب. الهولوجرام والشعاع الازرق طيب، هو بيقول ان هارب وهارب والتحكم في العقل والشعاع الازرق يعني ده احد برضو الحدوته كلها. أيوه. الشعاع الازرق. أيوه. ده واحد من لا الشعاع الازرق ده مشروع كامل يعني هقول لحضرتك برضه الامريكان اللي عاملينه. طب هقول لحضرتك الشعاع الازرق ده بصراحه على الاقل عايز له حلقه كامله. مشروع الشعاع الازرق ده اللي هو المشروع بقى اللي جامع كل التقنيات ديت اللي بتحصل جامعها في الهدف اللي ماشي بيها وايه المرحله اللي بعديها. هو ينقسم لاربع مراحل اساسيه. مرحله منهم اساسيه هي عمليات التحكم السيطره العقليه اللي احنا بنتكلم فيها لكل التقنيات اللي هي السيطره العقليه اللي احنا بنعملها بحيث ان انت توصل لتدمير الوعي تماما. انك انت بتدمر يعني زي ما قلنا برضو السلاحين اللي انت تملكهم ضد النظام العالمي الجديد على قد تقنياته على قد جبروته هو الوعي والايمان. الوعي والايمان
بدون تدمير الوعي والايمان لن تنجح كل هذه المنظومه. ولو معاهم 100 شعاع ازرق مش هيقدروا يعملوا اي يعني حاجه. يعني المليارات المصروفه ديت والكذا والحروب اللي عملت تم، لو الوعي والايمان يعني اللي يدخل في منظومه المتنورين يعرف ان دول اللي لازم تدميرهم، فبهما لن ينجح مخططهم. فمشروع الشعاع الازرق دوت هو مشروع متكامل، مش عايز ان انا اتعب دماغ المشاهدين لانه عايز حلقه كامله، لانه حاجه كبيره ومحتم ويحتوي على 4 مراحل كارثيه. مش عايز اتعب دماغ، نخليه الحلقه الجايه، نخليه الحلقه الجايه نكمل تاني. احنا بقى كنا بنتكلم على الاقمار الصناعيه وازاي ان هم الاقمار الصناعيه بنتكلم على مشروع الجن الفضائي. وعلى فكره لو في يعني لو في في اخر الحلقه في اي وقت هوري اللي سالوا، انا معايا فيديو ملخص لامكانيات هارب وبسيط جدا. تاني حاجه معايا فيديو يوري ازاي الجلد ممكن الموجات الكهرومغناطيسيه تخترق الجلد نشوف والمخ يشوفها كصوت داخلي، يشوفها كايحاء انت ما تسمعهاش بودنك لكن تسمعها ان هي جايه جوه مخك، فتبص تلاقي ان افكار بتحركك. يعني زي بيقول لك انت اوبساسد او مستحوذ عليك، انك انت حاسس انك انت في افكار بتحركك، وبيتم معاها زي ما قلنا بالتحكم في طول الموجه وشكلها اثاره نوعيه الاحساس المصاحب لهذا الصوت. يعني انت ممكن انت بتدخل له اوامر، ها بتدي له موجات حد يعني الموجات الكهرومغناطيك اللي هي بتبقى بنسميها شبر، اللي هي بتبقى حاده، دي بتعمل لك حاله من العدوانيه الشديده جدا. فتخيل بقى انت لما حد بيتحكم فيك انك يبقى عندك عدوانيه وعصبيه جامده وصوت عمال يقول لك روح اقتل فلان او روح هاجم المكان الفلاني، روح هاجم المكان الفلاني، روح، خلاص انت بتبقى اوبسست مستحوذ عليك، انك انت مهيج عصبيا، عندك حاله اثاره للغضب مسيطر على جهازك العصبي، زائد في امر عمال يلح عليك ويتكرر، امر بيتكرر عليك. فانت فده اللي هو روح اعمل الحاجه الفلانيه، او سيطره على رد فعل من حاجه فلانيه قدامك. طيب دلوقتي احنا كنا بنتكلم يعني الناس، سوري معلش يعني حضرتك اتضايقت مني، بس انا بتكلم في مواضيع، انا مش متضايق، لا يعني انا بتكلم في مواضيع متصله. اخد وقفه، انا متضايق ايه؟ احنا انت في بس الدكتوره هبه. طيب انا مش عارف اعمل. دكتوره هبه ازيك؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك، انا طبعا عجبني المستوى بتاع البرنامج، بس انا عايزه اسال الدكتور على شيء. حضرتك قلتي ان قعدتي في البحث بتاع حضرتك ده 22 سنه، هل جزء منهم في الخارج، هل حضرتك ما شفتيش اي مقاومه او اي اعتداء او اي طبعا اكيد ناس كتير قوي حاربوكي عشان حياتك تتوصلي للاشياء الخطيره، يمكن كلمه خطيره دي كلمه قليله، هل ازاي قدروا يسمحوا لك انك تعملي كل ده بالسهوله دي؟ ما هو برضه ممكن يكون سمحوا لك انك توصلي للمعلومات دي عشان فكره الهلنه، ما يعني مش ممكن يكونوا سهلوا لك مثلا الابحاث والتصوير والفيديو واليوتيوب اليوتيوب وكل ده من غير سبب؟ يعني اكيد برضو هم اليوم هدف معين عايزين يوصلوا له. حب ان انا اجاوب سؤالك حضرتك ولا فهمت حضرتك؟ وعشان اجاوب سؤالك، سؤال حضرتك جيد جدا واحب ان انا اجاوب عليه. اولا زي ما قلت من شويه، اللي انا بتكلم عنه ده قشور من المعلن، قشور من المعلن وليس كل الحقيقه كمان المعلنه. زائد ان لو حضرتك في المجال العلمي اكيد هتبقي فهماني ان انا لما اقول لك ان لما بيتسرب حاجه عن شيء، لما بيتسرب حاجه عن شيء معناه ان في من 25 ل 30 سنه تقدم عن ما تسرب. ده في عقيدتنا برضو اللي احنا كباحثين في المجال الهندسي او في المجال التقني، معنى ان يتسرب حاجه عن شيء معناه ان في سابقين بمسافه، ان هم سابقين ب 25 30 سنه. هارب ده ما تسربش عنه غير بعد 30 سنه من استخدامه على العالم. اللي انا بتكلم فيه يا استاذه هو قشور من المعلن، قشور وليس يعني حضرتك لو انا مسكت مره خط واحد من اللي انا بتكلم فيهم هفتح 30 ساعه في الديتيلز بتاعته او التفاصيل بتاعته. فاللي انا بتكلم فيه ده قشور من المعلن اللي هو معلش استاذن حضرتك بس انا عايز ارد على نقطه معينه. ده قشور من اللي هو يستوعبها المواطن العادي اللي ما عندوش خلفيه عن الموضوع، لكن طبعا لو حد متخصص انا ممكن اكلمه في حاجات اكتر من كده. عايز اقول على حاجه لازم نعرف يا استاذه اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، اللي هو ان انت بتستخدم
حرب إعلامية. معنى أنك تستخدم حرب إعلامية، أنت ليه بتسرب حاجات؟ أولا في حاجات لا يمكن إخفائها، يعني في حاجات مخفاة وسرية جدا، واللي بيتعرض لها بيتعرض للاغتيال. معلش اسمح لي والنبي، لا بس انا هصبصت لك حاجه عشان تجاوب انت. أيوة أيوة. الدكتوره تقصد المعلومات اللي عندك دي، هل هو من المسرب ولا حضرتك متعلمه معاهم وجاي تقول لنا الكلام ده مثلا كمستخدمينك؟ ده كلام بس عشان افتح لك الكلام عشان تردي على الكلام. فهل ديت المعلومات المسربه اللي انت حضرتك عرفتيها؟ ايوه. طيب اذا كان هم بيسربوا بقصدهم ايه؟ ما انا ما هي دي القصد من ده. ده, أيوة. ده 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 انا في تقديري، ما اعرفش الدكتوره هيبقى معانا ولا مشيت. أيوة. طيب في تقديري أنا كده انا يعني. عارفه طبعا قصدها، بس انا بوضح لها في الاول ان انا بتكلم عنه ده قشور مما هو موجود. حضرتها طبعا يعني دكتوره هبه ممكن تدخل يعني اديها مثلا التايتلز بتاعه المواضيع وتدخل تشوف الملايين من الابحاث المنشوره، وابحاث مجربه مش ابحاث يعني سريه، ابحاث مجربه. بس انا عايز اقول حاجه لان الموضوع ده هيثار كتير فيما بعد، ان ليه هم بيسربوا بعض حاجات، والحاجات اللي بيسربوها دي زي ما قلت بتبقى ايه في 30 سنه من التقدم التقني التطور ليها. يعني احنا مثلا عرفنا عن الهولوجرام مثلا من حوالي 8 سنين، هو كان مستخدم واستخدم في احداث مركز التجاره العالمي، ده معمول بالهولوجرام وممكن نثبت الكلام ده. يعني ده معمول، في صور كتير من اللي احنا شفناها معموله بالهولوجرام، دخول الطياره ده معمول بالهولوجرام. يعني ايه بالهولوجرام؟ ما احنا هنشرح الهولوجرام دلوقتي، بس انا عايز اقول على حاجه، ان الحاجات اللي بيسربوها دي بيسربوها بيبقى وراها 30 سنه من تقدم. بيسربوها ليه؟ ها دايما من اسلوب اللي هم اللي هو دارس بقى. ثواني ونبي، اللي دارس منظومه المتنورين يعرفوا ان هم بيعملوا حرب اعلاميه، ساعات بيخلقوا حرب اعلاميه مضاده ليهم لاهداف. يعني ساعات يقوم مسرب لك حاجات بحيث ان في ناس معينه متخصصه تمسك تبتدي تفضح مخططهم، لكن برضه هو بيتحكم فيك ان انت ما تتخطاش حد معين. فاهمني حضرتك؟ ما تتخطاش حد، واللي بيتخطى حد معين انا اعرف يعني من انت عمق في الموضوع ده، في ناس تم اغتيالها، تم حرقهم بالكامل، تم اغتيالهم بالكامل. لكن ليه هم بيسمحوا ببعض وجود الحرب المضاده؟ زي مثلا في شخصيه المصريين كلهم بيحبوها اللي هي اليكس جونز ده، يعني انا مستغربه جدا، طب ازاي هو دخل جوه النادي البوهيمي ده؟ لازم يقتل على طول، ازاي طلع الحلقات دي؟ هم بيغزوا بعض افراد تعمل حرب مضاده. ايه الهدف من وجود حرب مضاده؟ هم بيحبوا يعرفوا بيهم وبيحبوا يعرفوا بقدراتهم عشان يحصل لك انت حاله انهزام داخلي بين القدرات بتاعه المتنورين دي قدرات خارقه. لا احنا عايزين نستخدم بقى السلاح ده، ان احنا نستخدمه في المعرفه ان القدرات دي صحيح هي تظهر ان هي جبارة، تظهر ان هي كذا، لكن لا يوجد لها تقنية مضادة. لكن احنا محتاجين يا جماعة، احنا مورست علينا من سنين، زي ما مورست علينا سياسات افكار، مورست علينا سياسات تجهيل ايام تجهيل. احنا عايزين نفوق من حروب التجهيل اللي احنا عشنا فيها كعالم عربي ومصر بالخصوص، اللي كان فيها اعظم ارض خصبة طيب. للعقول، ان احنا نفوق ده، نستخدم يعني في حاجه بس عايز اقولها، ان انت كيف تستخدم السلاح بهدف مضاد؟ هو بيستخدمك عشان تروج ليه، لكن انت عايز تستخدم السلاح للتسريبات اللي هو بيطلعها واللي اوريدي موجوده. سلاح حرب ده يعني له مواقع ممكن اديها كل حاجه بتكلم عليها، انا معايا يعني اثباتاتها على الواقع واحتكيت بيها ودرستها وكذا وكذا. لكن عايز اقوله، هو بيسمح لي بالتسريبات دي؟ اولا من ناحيه في امور لا يمكن انكارها، لا يمكن اخفائها بالكامل، التعتيم عليها، وفي امور معتم عليها بالكامل، وبيغتال اللي بيقرب منها، ما بيتسمحلوش. لكن في امور لا يمكن التعتيم عليها، زي ان هم بيغزوا احيانا بعض صور الحرب المضاده ليهم عشان استخدامها للترويج، انك انت حصل لك انهزاميه من القدرات الخارقه، الترهيب والحاجات دي كلها. طيب في كل الاحوال في حاجتين بنقولنا ان هم مهما امتلكوا حاجات دي، عشان هو جزء كبير من ده جزء شيطاني في هذا الكلام، ان الوعي والايمان، الواحد لو عنده ايمان بالله ايمان حقيقي ووعي بقى، الوعي بتاعنا ان نسمع الكلام ده كله بالزبط. نقدر نهزم كل هذا الكلام بالزبط. طيب نشوف التليفون ده بس الاول. مساء الخير يا فندم. طيب الخط قطع. طيب نخش، طيب احنا كنا دخلنا عدواتي على احنا دلوقتي دخلنا
انا عشان وقت الحلقه عشان عايز ادخل في انا ما اعرفش احنا ما اعرفش احنا فين ولا وقت ايه, لا في معنا حاجات كتير, فانا هحاول ان انا اشرح موضوع الجن الفضائي ده بسرعه. طب يلا خلصينا بقى من الجن الفضائي. موضوع الجن الفضائي ده زي ما قلنا ان عندنا 20 دقيقه, ان قدرات الاقمار الصناعيه فاقت كل خيال, بحيث ان هي بقت اقمار صناعيه مسلحه وتعتبر من الأسلحة النظيفة التي لا يمكن أن تمسكها. مايكروويف مايكروويف والماجنتيك فيلد واللي فوق كده بقى أسلحة البلازما اللي ممكن نناقشها في برنامج تاني. وأسلحة البلازما وأسلحة الليزر. فدلوقتي حصل أن في مشروع بسرعة هقوله عشان نفوق لحاجة تانية. مشروع الجن الفضائي دوت مشروع وقعه الكونجرس من حوالي 3 سنين وأخذ موافقة بيه وتم نشره. هو عبارة عن منظومة من الأقمار الصناعية متناهية الصغر, متناهية الصغر مش معناها أنها قد كده بس الصغيرة بالنسبة للأقمار الكبيرة دي, مزودة بتقنيات تسليحية كاملة. تسليحية؟ تقنيات تسليحية. عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن 500 مليون قمر صناعي. 500 مليون قمر صناعي, يعني متخيل حضرتك العدد؟ يعني دي عشان يعني انا يعني ممكن عشان ما نضيعش وقت, بس عشان حضرتك لو سالتني انت جايبه الكلام ده منين فجايبه مثلا اثبات معايا. ده ايه دلوقتي اللي طالع ده؟ هو ده مشروع اللي هو ازاي تزويد الاقمار الصناعيه بالتكنولوجي اللي هي بتاعه الاستهداف بالماجنتيك فيلد والاستهداف باسلحه البلازما بتاع. فهو جايب تجربه هم عاملين 500 مليون واحد 500 مليون مغطين بقى مغطين بقى. عايز اتاكد برضو يدخل على مشروع الجن الفضائي موافقه الكونجرس عليه, ودول التحكم وفي كتير ناس سمعت بيها وفي ناس ما تعرفش عنها حاجه وكانت فاكراها. يعني انا اثرت الموضوع دوت على النت, يعني انا قعدت فتره بدرس في الحاجات ديت وبعدين قررت من كام سنه لما انا عارفه المخطط اللي حاصل قررت ان انا ايه ابسط الحاجات دي وترجمها واحطها انزلها للناس تعرفها على النت. طبعا في الاول الناس لما كان الواحد بيتكلم عن سلاح الزلازل والسيطره العقليه وبتاع الناس ايه مين المجنون ده مين الكذب ده, ابتدت بقى انت تحط الوثائق بتاعتك تبسط 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 عشان الناس تبتدي تفهم ايه اللي بيحصل علينا. كل الناس حاسه خلينا في الشرائح كل الناس حاسه ان احنا مش طبيعيين, احنا مش طبيعيين. زائد ان في حاجات برضو الموضوعين في الشرائح. حاضر. موضوع الشرائح ده ايه؟ موضوع الشرائح ده هو استخدام تكنولوجيا النينو اللي احنا شفنا بيها زي البارتكلز اللي هي الصغيرة دي. احنا بنقول ان احنا بنتعامل في واحد على بليون, واحد على بليون من المقياس. فانت بتتعامل معلش بس اخلي الصورة دي شوية خلي الصورة شوية شرائح التحكم دي اللي هي اسمها ريفايد شيبس. شيل الصورة يا ستي. لا خلي يعني خليه مش انت عايز الصوره تخليها طب خليها انت بتقولي خليها لا بقول يا ريت نخلي الصوره دي شويه. فبقول شرائح التحكم دي من اهم الحاجات اللي هي عملها تكنولوجيا النينو, اتعملت بتكنولوجيا النينو. على فكره دي مذكوره في النبوءات برضو المقدسه ان هي دي اسمها شريحه الدجال, شريحه التحكم بتاع الدجال او الشريحه رقم 666 اللي هي الرمز الدجالي. دي اللي مذكوره في نبوءات في رؤيا يوحنا اللاهوتي, ومذكوره في دانيال اللي هي رقائق الدجال او شريحه الدجال اللي هي بتاعه التحكم اللي هيتحكم في الاشخاص. الحكومه الامريكيه اشتغلت بتكنولوجيا النينو. الكلام ده على فكره من سنين طويله, مش يعني مش حديثا قوي, الكلام ده من سنين طويله بس الناس الشرائح دي تتركب بمزاجهم. ما انا هقول لحضرتك حاجه, الشرائح دي عباره عن زي حضرتك شايف كده شكلها دي فيها سيستم كامل. هما بيقنعوا الناس ان دي بتخزن فيها, يعني انا عايز حضرتك تركز والمشاهدين يركزوا, هما بيقنعوا الناس ان دي بيخزن فيها تاريخك المرضي وتاريخك المالي, بحيث ان انت بعد كده هتيجي بدل ما انت تحط كريدت كارد هتقوم عامل بالشريحه. يعني مش هيبقى فيه نظام بنكي. والناس متكلفه. وهوري برضو يعني معايا 2 فيديو على النماذج دي. فهم دي فيها كل معلوماتك, هم بيقنعوا الناس ان دي فيها كل معلوماتك الشخصيه, تاريخك المرضي, تاريخ عيلتك المرضي, كل معلوماتك البنكيه. بس حته قد ايه بتاعتي بقى؟ ايه البتاعه دي قد ايه؟ ما هي سنتي مثلا. بس في اصغر من كده. انا هبقى يعني اجيب صور نماذج, بس هي دي نموذج بس عشان اوري الناس دي نموذج. دي نموذج. فبقول اقنعوا الناس ان دي تاريخ المرضي خلاص ان دي مهمه. طيب ابتدى بقى الكونجرس الامريكي على فكره عمل جلسه اقر بانها تكون الزاميه على الشعب الامريكي المتمتع بتامين صحي ابتداء من مارس 2013. يعني هتكون ملزمه ما شاء الله للشعب الامريكي وهتعمم على العالم في حدود من طب العالم ليه؟
ما هقول لحضرتك هم هيعمموها بالهدف ده ان هو خلاص ده بقى المنظومة العالمية. انا لسه يعني الموضوع ده انا عايز اشرح ايه بقى ابعاده والخطورة فيه. النقطة زي ما قلت الكونجرس اقر قانون ان هي هتبتدي تعمم على الشعب الامريكي من مارس 2013، وبحدود بداية 2014 هيجرم اللي ما حطش الشريحة. على فكرة يا جماعة في 2 مليار دلوقتي في امريكا وفي العالم زرعوا فعلا الشرائح. النقطة بقى اللي أنا استغربتها، ومن هنا اسمح لي حضرتك بدون إكالة اتهامات لحد إن أنا أسائل الدكتور زويل، لأن الدكتور زويل قاعد يروج ليها في مؤتمره في جامعة القاهرة. هل أنت يا دكتور زويل مش عارف خطورة الشريحة دي؟ أنا سؤال بوجهه، سؤال يعني جانبي. هل أنت مش عارف؟ سؤال بريء يعني. هو مش بريء بس يعني لا أنا بحكي يعني. فمن ضمن بقى الكوارث بتاعت الشريحة دي، وانا مش عايز اخوض ان الشرائح دي استخدمت على ساسة عرب واستخدمت على قادة عرب وبقالها سنين مستخدم، مش عايز اخوض في الكلام ده ان الكلام ده هيعمل مشاكل، لكن انا عايز اقول ان في 2 مليار دلوقتي مستخدمين الشريحة دي. الشريحة قادرة على انها تسيطر عليك عقليا تماما. الشريحة مش بس يعني هنا ده النموذج ان هما يحطوها في الايد. انا رجعنا تاني كبر الشاشة، شايفة الايد دي عاملة زي يكون ايه الايد تحت، صناعية ولا ايد طبيعية؟ لا دي ده ايد طبيعية وهنشوفها. لا 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 الايد اللي هي اللي تحت لا دي جايبين صورة تحت اكس راي. دي اشعة عشان كده قلت ده ايه الشيطان دي ولا ايه دي؟ جايبينها تحت اكس راي. بس انا عايز اقول على حاجة بداية، ان هي هما هنا ابتدوا الناس اللي هي من المواطنين العاديين زرعوا لهم الشريحه في ايدهم، عشان انت بعد كده هتيجي في هيبقى في مكنه في البنك ان انت بدل ان انت تقوم ممشي ديت اوكي. فالاسهل بالنسبه للناس انها تبقى في الايد، ان انت مش هيبقى فيه فلوس، هيبقى انت الاقتصاد بتاعك في البنك، بدل مستخدم كريدت كارد انت في قاعد. طب انا ممكن هاخده غصب عنه واعمل ايده دوت هيبقى يعني ما هو هي لا لا دي. وعلى فكره هي مش بس شرايح، ده في كمان دول وصلت ان هي تبقى شريط داخلي. بس انا عايز اقول ان هي في الاساس بتاعه التحكم العقلي ما بتبقاش في الايد، بتبقى بتتزرع يعني في الدماغ. في الدماغ، في الجزء الخلفي في الدماغ، وبتتزرع كمان بشفط حراري، يعني مش اللي هي ممكن ما تسيبش اي اثر العمليه. ممكن بعد اذنك نشوف اللي هو الفيديو بتاع الفيتشر، يعني اللي اتكلم عليها الدكتور زويل اللي بتاعت الايد ولا بتاعت الدماغ؟ اللي هي ما هي بتاعت الايد، هي قادره على عمل بتاعت الدماغ. اولا بقى ما انا هتكلم بقى اسمها المخاطر بتاعتها ايه. بس انا هوري مثلا احد الفيديوهات المروجه ليها، انهم بيروجوها على مين؟ بيروجوها في الدول العربيه. لانهم عايزين ان اوباما زي يعني دي بتتكلم في برنامج اخباري ان اوباما خلاص اقرها قانونا، الكونجرس اقرها ان بحدود مارس 2013 هتعمم، بداية 2014 هيبتدي يجرم كل من لم يضعه، خاصة المتمتعين بتأمين صحي، هتحرمهم بتأمين صحي. فانت بتلزم الشعب ان هو يحطها غصب عنه. بعد كده المخطط بتاع المتنورين عامل شريحة دي في حدود 2015 لازم تعمم في على سكان الارض. هم المفروض الفيديو ده هي في الاساس اسمها الشريحه، لان دي اللي جايه في النبوءه اللي في العهد الجديد، اللي هي بتاعه شريحه الدجال، اللي هي بتاعه رؤيا يوحنا اللاهوتي اللي هي شريحه الدجال. دي بقى قادره على التحكم الكامل في الاشخاص، تحكم عقلي، تحكم مرضي، تحكم لدرجة الوفاة، انت ممكن تقتل حد عن بعد بنفس الطريقة، باستخدام ماجنتك فيلد وباستخدام الاسلحة الميكروية. لكن انت كده بقى لو انت بقى بتعممها الافراد، ان انت تبقى كل معلوماتك، كل ما هو خاص بيك سهل جدا، يعني انت بتسهل الوصول للاشخاص. يعني اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية اللي هو البارتكلز النانوية دي، كل الحاجات دي عبارة عن تقنيات تسهيل السيطرة الكاملة الشاملة على الافراد. الشريحة دي قادرة على انها تسيطر تماما من خلال برضو اولا ان انت خلاص معلوماتك على طول متصل، هما داخلين جسمك، هما كده داخلين جسمك. ممكن بعد ديت لو احنا عايزين نفتح فيها موضوع كامل، اجيب ازاي دي ممكن تعمل سيطرة كاملة على الدماغ، ممكن ازاي تصيب بالامراض. ده في كمان حالات حصلت ان اتضح ان هي بتغير، بتعمل تقطيب للدي ان ايه، بتبتدي تغير في الدي ان ايه الداخلي، يعني انت خواصك كمان بيغيروها، انت خواصك كبني ادم بتتغير. والناس على فكرة المنكرة دوت، معلش احنا ممكن نفتح في دوت، لان في ناس هتنكر ان لا ما ينفعش تدخل في الدي ان ايه، لا معلش احنا ممكن نفتح موضوع اللي هيعترض على دوت ومش عايز يطلع على الخلفية، ممكن نفتح نقاش كامل فيه. الشريحة دي قادرة على تغيير الدي ان ايه، لان هما بيغيروا الخواص الاساسية بتاعت البني ادم. على فكرة يا جماعة برضو عايزين يعني معيش ناقصة ان
من ضمن الحاجات الأساسية في المخطط الشيطاني إن هو بيخرب كل فطرة ربنا. هو بيخرب كل فطرة ربنا. من أحد الحاجات كنت عايزة أذكرها مثلا في أجهزة الماجنتك فيلد, في جهاز اسمه نيوروفون. نيوروفون ده جهاز بيستخدم الأشعة المغناطيسية في إنه تارجتينج برضو اللي هو يسيطر على الأشخاص. بس بقى نزل في السوق الأمريكي, وعلى فكرة ادخلوا على النيوروفون, نزل في السوق الأمريكي جهاز صغير من نيوروفون بسعر 400 من 450 ل 500 دولار. ليه بقى؟ بيستخدموا الماجنتيك فيلد في الـ في الـ في السكشوال اكتيفيتيز, انك انت بيبتدوا يلغوا عند الناس الـ 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 التناسل الطبيعي او المعاشره الزوجيه الطبيعيه, بيبتدوا يلغوها. فدلوقتي الجهاز نيوروفون ده موجود في الاسواق الامريكيه زي ما قلت بسعر, وممكن تدخل يعني بسهوله انك انتوا اي حد يطلع عليه, موجود بسعر 450 500 دولار. ده بيعمل زي معاشره كامله عن طريق الجهاز النيوروفون, عن طريق الماجنتيك فيلد. كنت انا عايز هم الشعب المصري كله هيروح يشتريه. لا, وممكن بقى نقول في الكلام ده كتير, بس انا المقصود ان المنظومه الشيطانيه بتدمر فطره ربنا. بتدمر فطره ربنا. ناخد المكالمه دي. استاذ محمد, مساء الخير يا ابراهيم بيه. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك ابراهيم دي؟ الحمد لله. الله يخليك. انا كنت عملت مداخلات قبل كده مع حضرتك. اهلا بيك يا فندم. دوس سينا والوضع اللي في سينا والكلام ده كله, بس انا المداخله دي للاستاذه الدكتوره مايا صبحي, وعايز اقول لها ما مدى المخطط اللي بتعمله الجماعه الماسونيه دي لتكوين ما يسمى بالانسان الكوني او الكوزموبوليتان. عايزه هي توضح لي النقطه دي لو سمحت. يعني سمعتي ولا عايزه استاذ؟ هقول لحضرتك حاجة. سمعت. اولا السؤال بتاع حضرتك عايز فتح نقاش كامل ان انا اتعرض لموضوع الترانس هيومن بالكامل. موضوع ترانس هيومن ده مشروع بيتم بالكامل, فاكيد حضرتك طالما يعني سألت عن السؤال ده عارف يعني ايه ضربة, عارف يعني ايه وكالة ضربة. وكالة ضربة ارجو ان حضرتك تطلع على المشاريع الاساسية بتاعتها, واهمها مشروع الترانس هيومن, تحويل البشر. وبرضو من ضمن الجسيمات اللي احنا شرحناها, يعني من ضمن مخاطر الجسيمات اللي احنا شرحناها اللي هي الجسيمات النانوية, ان هي ابتدت تعمل انسجة سينثيتك جوه الجسم. بس دي عشان اشرحها, مش عايزة لخبط الناس واحنا بنتكلم في حاجة. فدي ممكن ان احنا نتكلم على ترانس هيومن ده في موضوع تاني, لان ده موضوع كارثي كارثي. نقول للناس بقى حاجة, الناس اللي هي مستعجبة من الكلام اللي احنا بنقوله ده الكلام الطبيعي. يعني لو فتحنا في موضوع ترانس هيومن هنفتح في حاجات اللي يمكن الناس تتخيلها, بس الواحد مثبتها. وزي ما قلت ده جزء من التسريبات المعلنة, جزء من التسريبات وليست كل الحقيقة. فزي ما قلت موضوع ترانس هيومن خلينا يعني نفرد له موضوع, بس اكيد طالما حضرتك سالت في كده ارجو انك تدخل على وكاله ضربه وتطلع على كل ما نشر. وللاسف هتلاقيه في, مش هتلاقيه في اي حاجه عربي خالص, هتلاقيه في حاجات اجنبيه موضوع ترانس هيومن. اما اذا كنت بتسال على موضوع, يعني انا مش عارفه هل هو بيسال على الانسان الكوني اللي هو بطريقه الترانس هيومن ولا بطريقه التاهيل للامميه او المنظومه العالميه. لو انت بتتكلم على الفكره الثانيه, زي ما قلنا مثلا مشروع الشعاع الازرق باذن الله يبقى فيه مثلا حلقه يتفتح بالكامل, انت عايز حلقه كامله ان هو له مراحل كبيره قوي للنهايه. طيب نشوف التليفون ده من اسكندريه. اي يا فندم. الو, السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك؟ الحمد لله. هو ثانيه واحده بس عشان اعرف حكايه الصوت النهارده. هو الصوت ايه, في مشكله يا جماعه؟ سامعني كده كويس؟ هو مش المشكله مش من عندك, ده من عندنا احنا, الوكسه من عندنا من هنا. اتفضل يا فندم. وعلى فكره يا دكتور انا مقدر كميه المعلومات اللي هي عندها, فعشان كده ممكن مش قادره توصل لنا كل اللي عندها, وده انا مقدره عشان احس اللي هي فيه. بس كنت عايز بس اسالها عن حاجه. الوضع اللي احنا فيه دلوقتي, طب يعني احنا كده كده مش عايزين نواجههم بالقوه اللي احنا فيها حاليا دلوقتي, بس هل ممكن حتى يبقى يا ريت الحلقه دي تتكرر كتير وتطلعي كل ملف من دوت وتشرحيه بالتفصيل عشان تقدري توصلي المعلومه صح؟ ده اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للماسونيين, اكيد انت عارفه موضوع العين الواحده. تسمع موضوع ايه؟ موضوع ايه تاني معلش؟ يا موضوع العين الواحده المرسومه على الدولار, اكيد يعني للماسونيين كده انت حضرتك عارفها كويس يعني اكتر مني. سامعني ولا؟ ايوه. طب يعني ايه سؤال حضرتك؟
سؤالك ايه يا استاذ محمد؟ يعني عشان بس يعني انت وطي التلفزيون عندك عشان انت بتسمع نفسك بس، ما دي اشكاليه تانية يعني هي ناقصه. ايوه اتفضل بقى. طب انا ممكن ارد على الشكر. هو راح التليفون قطع يا جماعه، حتى هما ما بيردوش على. اتفضل. طيب هرد على الجزء الاول في السؤال اللي هو لازم تعرف حاجه، ان في كل مواضيع السيطره على قد ما التقنيات دي رهيبة، لكن في نقطة ان لو الانسان عارف بيها ووعي بيها لا يمكن ان تتعدى السيطرة 80%، وبالتالي 20% ممكن تحارب ال 80% لو انت عارف وليها. وعلى فكرة انا عايز اقول للناس حاجة دي برضو هنتكلم ان شاء الله عليها، بس عايز اقول سؤال. لا معلش بس هقول الحتة دي بس، ان كيفية انتقال الطاقة الدينية الشعائر الدينية للطاقة بتواجه الحاجات دي، ده سبحان الله. ما سؤالي انا هل التأثيرات بتاعت اي نانو بانو وكلام واخواتهم وكل اخوات نانو دولت، هل التأثيرات بتاعتهم اقوى من 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 تأثيرات الشيطان لما بيركب على دماغ الانسان؟ بعتقد الشيطان حب اكتر، لانه ده الشر كله ولاي بصورة مركزة. يعني انا بتكلم في التأثيرات اللي بتيجي عن بعد، اللي على المشاعر على التفكير على الحاجات دي كلها. طب اذا كان تأثير الشيطان، لو الواحد بقى هرجع تاني اللي زي ما حضرتك قلتي الوعي والايمان. لو انا النهارده انا عندي قناعه، انا النهارده عندي قناعه ايماني ان ربنا سبحانه وتعالى وايماني بالحاجات دي كلها، الله في سماء لما يعملوا 100 قمر صناعي، خدت بال حضرتك، وانا عندي القناعه دي وعندي الايمان ده كله، ما حد هيقدر عليا. يعني دي نقطه مهمه. معلش اسمح لي بس اتكلم في النقطه دي. يعني انا انا لو انا لو انا عندي قوه ايمان الشيطان مش هيقدر عليا. طيب بس انا عايز اتكلم في النقطه دي في حاجه مهمه. لازم نعرف حاجه، ها، ان القرآن والشعائر الدينية لازم نفهم، يعني نرجع لحاجة احنا عارفينها بديهيا لكن ما بنتفكرش فيها. القرآن ده كان طاقة نور، طاقة نور قبل ما تبقى كلمات مقروءة. تفعيل الطاقة دي هو انت، تفعيل الطاقة دي هو انت، انت الجنريتور بتاع الطاقة دي، والطاقة دي لا محدودة، لا محدودة ولا شيء اقوى منها ابدا. ليه؟ ده لدرجة ان الطاقة دي بس تشترط ان انت الجنريتور بتاعها. انت قدره ايمانك قد ايه؟ بقى كويس بقى، ما بس قدره ايمانك قد ايه؟ ودي ممكن نفتح لها واوريكوا ازاي ان حتى قراءه القران بتتحول ازاي لموجه مضاده الكتروماجنتيك بتطهرك من جوه وبتقاومك وبتقوي الهاله بتاعتك. دي ممكن نفرد لها حلقه. لا دي دي يا ريتك بقى عشان خاطر حاله الايه، ما هو حد بعت لي بيقول الحلقه دي عملت احباط. استنيني بس استنيني. لا اصل لسه ما كملتش. ما هي دي اللي ناخدها، هي دي تبقى الحلقه الجايه. ايوه يعني هي دي تبقى الحلقة. عايزين نفتح ملف الفضاء قبل الفضاء، قبل ما نحبط الناس نوريهم ان احنا عندنا سلاح. ممكن يكون قريب. اوكي حاضر. لا يبقى حاضر اتعرف على السلاح اللي عندي. كفاية قوي ان احنا بس في نقطة برضو عايز اقولها لحضرتك، زي ما قلت في الاول انت الجينيريتور. ما انا بتكلم اللي في ايدك خلاص. ايوه بس لاحظ قولي بقى اللي انت عايزاه. انك قدرات الاشخاص مختلفة. طب ماشي ماشي، قدرات الاشخاص مختلفة. ذات ايه بقى؟ ان هو اصلا يعني زي ما احنا اتكلمنا واتكلمنا في تدمير الوعي، ان هو كسر لك الايمانياتك. يعني اوعى نفتكر ان احنا دلوقتي سوري معلش يعني المظاهر الدينيه اللي مره واحده كده يعني هبطت على مصر ان ده دين. ها هو كسر لك ايمانك الحقيقي. ربنا معلش بس هذكر وانا اتكلمت ما تقولي معلش ايه انا ساكت اهو. بص حضرتك في يعني نتذكر سوا بدون يعني ما اقول الحديث بالكامل، لكن في مثلا حديث العبد الرباني اللي في كتاب مثلا المواقف والمخطبات للامام النفري، ان ربنا سبحانه وتعالى، طبعا احنا عارفين ان كل ما العبد يتقرب لربنا ربنا بيقول له يعني شوف سبحان الله من رحمه الاله العظيم، على قد ما احنا لا شيء في الكون، وهنكتشف بعد كده ان احنا لا شيء في ملك ربنا، لا شيء لا نساوي. لو الناس فاكره ان لما صليناش يعني ايه اللي احنا الحبايا على الدنيا، لا يعني احنا لا نساوي هباء في ملك ربنا، وديها يعني هديكوا تصور ليها بعدين. بس النقطة ان ربنا سبحانه وتعالى يعني عظمة ربنا انه بيقول لك يا عبدي يعني ائتيني حب وانا ائتيك هرولة. ده يعني انت لو تعرف قيمة دي، انت لو تعرف قيمة دي ده انت تخر في الارض. يعني لو تعرف قيمة الذات العليا والقدرة المتناهية، انك بكل قدرات الارض دي انت لا تساوي بمجرتنا، يعني مش كوكبنا والمنظومة اللي احنا عمالين نقول قدراتها التقنية ومش قدراتها، بالمجرة بتاعتنا اللي فيها 300 مليار نجم زي الشمس، الشمس كمان نجم متوسط فيهم. مجرة بتاعتنا الملك واي سوري معلش بالبلدي، يعني دي مجرة في الكون، دي مجرة صغيرة قد كده. يعني
يعني روحوا شوفوا قارنوها مثلا بمجره زي ماجستك سومبريرو ولا المجره عامله زي لعب العيال كده. الكون المنظور حاليا دلوقتي من خلال مثلا اخر تقدير لناسا يزيد على 1,000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 ,
حاجه ولا لازم ولا لنا لازم ولا أصلاً. يعني ولا حاجه وايه كمان ده كل اللي احنا بنتكلم عنه ده في السماء الدنيا. وايه كمان ان كمان السبع سماوات دول عباره عن حلقه بارض فلاه في عرش الرحمن, يعني مش كمان ملك الرحمن كله ده عرش الرحمن بس, كل الهلمة دي كلها بسبع سماوات عبارة عن حلقة في أرض فلاة في عرش الرحمن. تتكلم في إيه؟ ومع ذلك هذا الإله العظيم الخالق بيكلمك أنت بني آدم بيقول لك ائتيني حبوا آتيك هرولة. ده أنا لو أسمع أنا لو أعرف قيمة ده أنا يعني لولا أنه حرام أضرب نفسي بالرصاص, يعني أنا ما استهلش ده. يعني أنت إله العظيم وأنت لا شيء في الكون. وكمان إيه لما نرجع اللي انا كنت بشاور عليه اللي هو الحديث بتاع العبد الرباني, ان العبد بيتقرب لربنا بيتقرب لربنا لدرجه ان هو يصل لمرتبه العبد الرباني. الايمان يا جماعه والقوه الايمانيه ليس لها اي حدود. العبد الرباني ده ايه بقى كمان؟ ان ربنا بيديه من لدنه القدره اللي الكينونه الخاصه بتاعت ربنا ان يقول للشيء يكون فيكون. يعني العبد الرباني اللي وصل بدرجته بتدرج الايمان بتاعه مع انه حامل الأمانة التخيير, هو مش مصير وحامل أمانة التخيير وقدر ان هو يقوي إيمانه لدرجة انه يوصل لدرجة العبد الرباني. ربنا بيديك كينونة الخاصة به أن يقول الشيء كن فيكون, لكن هو عارف أن عبده دوت لو خد كن فيكون مش هيستخدمها إلا في الخير بأمر ربنا, مش هيستخدمها في أي فتنة لأنه وصل للمرتبة دي. فتخيل بقى طاقة الإيمان اللا محدودة, واللي ممكن مثلا زي ما حضرتك قلت نفتح عليها موضوع إن إزاي إنك أنت الجنريتور بتاع الشعائر الدينية اللي احنا بنأديها. في ناس بتيجي تقول هو ليه ربنا قال رتل القرآن ترتيلة, مش بس أنصت له, إن حتى ترتيل القرآن بيستدعي الطاقة الكونية, بتدخل في زبزبات مضادة بتطهر جسمك, بتعادل الفاقد جواك, بتعادل الطاقة السلبية اللي دخلت فيك. لكن أنت الجنريتور, إرادتك إيمانك ليه هنا بقى قوة الإيمان؟ ليه قوة الإرادة؟ قوة الإرادة دي ممكن تفجر الدنيا. أنت لو تعرف قيمتها قيمة الإيمان ده أنت ممكن تفجر الدنيا دي كلها. يبقى احنا متفقين دلوقتي عشان خاطر بس ان في الأول وفي الآخر ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت قلت كلمتين هما الوعي والإيمان. ان بهذا الإيمان وان بالإيمان ده ايا كانت الأضرار الموجودة مهما كان في السيطرة. بس في برضو قبل ما حضرتك تنقل في حاجة, ربنا قال لك اسعى وتعلم واعدوا لهم ما استطعتم. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة بقى, دي ايه؟ مش مسألة ان انت تعمل بقى خيل ودرجين درجين وبتاع, ما اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, انك انت مطالب ان انت المعرفة ديت تسعى تعرفها وتعمل لها تقنيات مضادة, تعمل لها حرب مضادة. ما هي الوعي, انت مأمور بكده. ما هي الوعي, انت مأمور بقى ان انت تسعى. ما هو ما ده الوعي ده الكلام. انا بتكلم عشان احنا دلوقتي لا في وعي, خدت بال حضرتك, وعشان نبقى عارفين ان السلاح الباقي عندنا الايمان. أيوة. يعني عشان خاطر دلوقتي احنا داخلين حرب بلاموتي كده, ما فيش في ايدينا حاجه. أيوة. ما فيش وعي ولا في حد بيدرس ولا حد بيعمل ولا دوله واخده بالها, وكل همنا دلوقتي ان احنا نعمل مظاهرات واعتصامات والكلام ده كله كله. يعني خلاص احنا غرقانين في حته صغننا قد كده. ربنا ينجينا منه يا رب. الباب انا وانا بتكلم واحنا مش مسابين لوحدنا وعاملين يدونا على دماغنا, لا ده احنا معانا سلاح اللي هو الايمان. بس ده اللي انا عايز اقوله دلوقتي. هنشرح القوه الايمانيه قد ايه والكلام ده كله, تستطيع ان هي تعادل اعتى هذه الاسلحه اللي هم بيعملوها من على بعد ومن على قرب. اللي انا بالتفكير البسيط ان دول مهما يعملوا مش هيبقوا اكتر من وسوسه الشيطان. الشيطان لا بس برضو ما هو ده قاعده خلاص, دي ما فيش خلاف فيها. بس لكن انت مامور برضو, انت داخل على حرب عالميه ثالثه هيعاقبها الملحمة الكبرى. على فكرة حرب عالمية تالتة مش هي الملحمة الكبرى, مش هي أرمجدون, حرب عالمية تالتة قبل الأرمجدون. احنا فرحانين قوي كمسلمين ان احنا نقول ايه اسرائيل هتدمر في اخر الحرب العالمية تالتة. ماشي, اسرائيل على فكرة ها متنورين, وده مذكور في مخطط المتنورين, المتنورين بيستخدموا اسرائيل. اسرائيل مش هي العدو الحقيقي وهيضحوا بيها في نهاية الحرب العالمية تالتة, هم هيضحوا بيها اوكي, لان هم عايزين الهيكل الثالث عشان احلال لوسيفر, وبدل احلال الرب, وعايزين ان هو يكون مقر الحكم بتاع النظام العالمي الجديد. انا عايز اقول الايمان طبعا زي ما احنا اتكلمنا فيه, لكن ليس معنى هذا ان انا اقعد يعني ربنا زي ما قال لك اسعى في الدنيا خذ بالاسباب. انا لما بقول كمان يعني مش مطلوب منك برضو, انت مطلوب تحافظ على صوتك وايمانك وتقوي ايمانك, لكن اكبر ايمان هو العمل الصالح. يا ستي انا ما قلتش حاجه, يعني انا قصدي مش هتقعد بس
ان تقول طب انا هقعد في بيتنا. هو مش الايمان ان انا اقعد اقرا قران، ما اقصدش ده، يعني انما العمل هو بالظبط. هو هو ربنا لو احنا ما صليناش هتفتكر هنأذي ربنا؟ واحنا اصلا احنا مش باينين في اي حاجه يعني. صلي ده احنا بنصلي علشان خاطر نتعامل كويس مع بعض. لا ده الصلاه دي عشان هو شرع الصلاه ليك انت، ما البني ادم عشان يعني فعلا يعني كل الخلق اللي انما صلينا ولا ما صليناش ما تفرقش يعني. فاحنا الحلقه الجايه بقى هناخدها في هذا الجزء اللي هو الدفاع، في جزء الدفاع. طيب اذا اذنت لنا يعني هيبقى في جزء الدفاع. الحاله الثانيه ان الدكتور قلت لي الدكتور انا كاتب اسمه راح فين، الدكتور منير الحسيني. منير الحسيني علشان خاطر برضه هن 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 هنحاول نتصل بيه عشان نشوف كمتريل. دكتوره طبعا موضوع الشعاع الازرق ان شاء الله نفرد له مساحه بعد ما نعمل الوقايه بس اللي. يعني هو يبقى الموضوع الثالث، يعني هو الحلقه اللي بعديها ان شاء الله. لا يعني احنا مش هناخد الحاجات كلها اللي ضدنا، ناخد حاجه بتاعتنا. طالما بقى هنتكلم يعني مثلا في القوه الايمانيه، نفتح موضوع مثلا الطاقه، ليه هما بيرسخوا برضو الطاقه السلبيه على الارض؟ لان ده موضوع غني برضو. طيب ماشي، ما احنا لو احنا خدنا الطاقه، ما هي الطاقه هيدخل في الطاقه الايمانيه، وهي الطاقه يبقى الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه وبيرسخوا دي، يبقى هو ده الموضوع بتاعنا. معلش اقول لحضرتك حاجه، عايزين نفتح ملف الفضاء قبل نهايه ال، ما احنا خلاص احنا وقتنا خلص، عايز اتكلم في حاجه ثانيه. لا قبل نهايه الشهر، لان حاضر ان شاء الله باذن الله، ما ان شاء الله نطلع حلقتين في اسبوع، ما يعني فناخد حلقتين في اسبوع باذن واحد احد ان شاء الله. ان شاء الله خلاص ان شاء الله.